بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا الموعد اليومي المتجدد من برنامجكم تونس في رمضان. اليوم الثلاثاء 20 من رمضان المعظم، دخلنا في العشر الأواخر. إن شاء الله ربي يتقبل صيامنا وصيامكم وقيامكم وطاعاتكم بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. اليوم 11 أبريل 2023، 20 رمضان، 44 و400 و1000 للهجرة. العديد من الفقرات والأركان والاستضافات في انتظاركم. الاستضافات باش تكون تاريخية تراثية إن صحت العبارة، أيضا ثقافية أدبية فكرية جمعياتية، وعلى اختلافها إن شاء الله نحقوا منها المنشود، والغاية هي الإضافة الأعلامية وتسليط الأضواء على كل هالنشاطات اللي أكيد فيها فايدة للبلاد والعباد. إذا الربط المباشر إن شاء الله إذا كان متاح باش يكون طبعا مع الزميلة حنان القاسمي، وربما جهة من جهات الوطن عن طريق أحد الزملاء العاملين في مختلف الوحدات الجهوية. أيضا الإنشاد حاضر في المباشر اليوم، والبداية كالعادة بالشيف صابرين شورى باش نشوفوا معاها شنو باش تحضرنا اليوم للسهرة والسحور. شيف صابرين أهلا وسهلا ومرحبا بك. عسلامة زيد، نسلم زيد على المشاهدين متاعنا. اليوم كما العادة عنا دو روسيت سكري باش نعملوا مع بعضنا ليبانيز اللي هي برشا ناس تحبها، تتكون من طبقة متاع تشبه للسابلي وطبقة ثانية فيها بسكوي مرحي وفيها اللوز والا نوازيت والا تخلطوا كيما تحبوا نتوما، وبيناتهم باش تكون فما كوش نتاع معجون. اكيد تشوفوها الغوسيت كيفاش باش تكون سهله، جوست شويه وصعبين بين لي دو كوش نتاعنا. المكونات تكون واضحه امامكم على الشاشه. حاشنا بالبسكوي بالفاكهه كيما قاعدين تشوفوا، هذوما المكونات. حاشنا بالعظم، فما 4 كعبات عظم، واحده في الطبقه الاولى وثلاثه في الطبقه الثانيه. دونك هذوما المكونات اللي احنا حاشتنا بهم، قيدوهم باش شويه خلينا نبداو مع بعضنا. وعندنا باش نعملوا كنافه اون فيرين. كل مره قلت لكم باش نعملوا نوع وشكل جديد نتاع كنافه، هذاك علاش انا اليوم اخترت باش نعملوها اون فيرين. حاشنا بالعجينه نتاع الكنافه، باش نعملوا مع بعضنا زاده كريمه اللي ولا هي تشبه للقشطه شويه، باش تكون ما فيهاش عظم، فيها كان الحليب انشي السكر. تنجموا زاده تزيدوا جبن للي يحب ولا تزيدوا كريم فريش. حاشنا زاده بالزبده باش نخلطوا بها الكنافه نتاعنا. هذوما المكونات اللي حاشتنا بهم، قيدوهم. احنا شويه اخر نبداو مع بعضنا لي دو غوسيت هذوما. شكرا لك شيف صابرين، واحنا ايضا في المتابعه باش نرجعوا لك من حين لاخر باش نشوفوك وين وصلت في اعداد الاطباق هذه اللي نتمناو انها تنال رضا واعجاب المشاهدين والمشاهدات. البدايه كالعاده بالحضره. مواصلين طبعا في الاستضافات الخاصة بالتراث وبالثقافة وبتسليط الأضواء على المواقع التراثية والثقافية والأثرية والتاريخية بالتعاون مع وكالة أحياء التراث. المرة أو الاستضافة الفارطة حكينا على سبيتلا، اليوم على المدينة الجميلة المتميزة الحقيقة بعديد الميزات والخصوصيات المتنوعة الأندلسية إن صحت العبارة، وأيضا اللي أضفت عليها يعني المسارات التاريخية المتعددة طابع تونسي أصيل، وهي مدينة تستور. وحاضرة معنا سيدة رملة الحصيري المتصرف المستشار بوكالة أحياء التراث باش نحكيو على تستور يعني من خلال عديد الزوايا اللي باش نتناولوها بالطرح في حوارنا القصير هذا، واللي تمنيت أنه يكون أطول طبعا. مرحبا بك سيدة رملة. يا عايشك. كي نقولوا تستور شنو نجموا نقولوا؟ تستور نقولوا عروس المدن الأندلسية. نعم. هي من ضمن أكثر من 20 منطقة وقرية أو مدينة أندلسية، تأسست بداية القرن 17 بعد مجيء الموريسكيين من إسبانيا الإسلامية، رحب بهم عثمان داي، وتكونت أكثر من 20 مدينة وقرية أندلسية. نعم. اخترنا تستور لأنها تقريبا المدينة التي تحتوي أكثر عدد ممكن من
المعالم الدينية كالمساجد والجوامع وكذلك الحمامات وحتى المنازل القديمة ذات الطابع والطراز الأندلسي، وهي التي ما زالت تحافظ إلى حد الآن، ويعود الفضل هذا إلى المتساكنين كذلك إلى السلطات المحلية هناك، وتشتهر بمعالم قلة أو ربما نادرة نظيرها مثل المسجد ذي الساعة اللي عقاربها تدور عكسيا والجامع الكبير. نعم الكبير. وأيضا المسجد اللي تحتوي المأذنة متاعه أو صومعة النجمة السداسية هذيك اللي هي أصلا تعود لنا، معناها بعد أن انتحلها الآخرون ونسبوها لأنفسهم، يعني العديد من الحقيقة ثراء كبيرة في تستور من جملة المعالم المقهى الأندلسي. المقهى الأندلسي أولا تستور تميزت بالطراز الأندلسي، لذلك تلك المقهى كانت موجودة منذ زمن قديم، وهذا ما ذكره عديد الباحثين في حقيقة الأمر، هي كانت تستقبل المسافرين والنزلاء بمنطقة تستور. موقعها استراتيجي جدا، هي قبالة الساحة، ساحة الجامع وقبالة الحمام، وأين تنطلق كل الأحياء لمدينة تستور. إذن هذه المقهى بقت في فترة ثلاثة عقود تقريبا يعني مغلقة في حقيقة الأمر، لم يتم استغلالها. إذن شرعت وكالة تحقيق التراث والتنمية الثقافية بالتعاون مع بلدية المنطقة في ترميم هذا المعلم التاريخي المهم، وجعل منه مركز تقديم التراث الثقافي لمدينة تستور. إذن هذه المقهى حافظنا على الطراز الأندلسي الذي بها، والترميم قام به مختصين قاموا بالحفاظ على تلك اللمسات الأندلسية والطراز عموما الأندلسي المتمثل في مثلا القرميد والآجر الأحمر. تتكون هذه المقهى من 625 متر مربع، فيها فضاء كبير قابل لاستقبال الحفلات والتظاهرات الثقافية والمناسبات، كذلك فضاء هو متكون من جزئين، فضاء مغطى. قمنا بتركيز نقطة بيع، نقطة بيع للمنتوجات الثقافية وكذلك لبعض القطع المستوحاة من التراث، ولمنتوج للحرفيين أصحاب المنطقة، يعني حاولنا مشاركة الحرفيين في معناها أخذنا منتوجاتهم وحاولنا اقتنائها وبيعها بهذا المركز. هذا المركز هو مهم جدا، اخترناه لأنه تعتبر تستور مدخل وبوابة الشمال الغربي. إذن بعد تستور نجد عين تونجا الأثرية المشهورة، كذلك نجد تبرصق، ونجد كذلك دقة، هي من مواقع المواقع الموجودة على قائمة التراث العالمي. وبالمناسبة خلينا فرصة نحكيه على دقة لأنها في طريق تستور وهي بوابة. دقة هذه الموقع الأثري المعروف الذي أدمج في قائمة لائحة التراث العالمي سنة 1997، ويعتبر هذا أكثر معلم موقع محفوظ في شمال إفريقيا، وهذا دليل على تلاقح الحضارات والربط بين الفترات المتعاقبة التي مرت على تونس وأثرت فيما أثرت، معناها ما يتوفر في هذا الوطن من تراث ومن تاريخ ومن حضارة الحقيقة، معناها على تعاقب الأزمان أصبحت يعني ذات خصوصية شديدة التميز. حبيت ناخذ فكرة على المقهى، يعني انطلق في النشاط، شنية أبرز التظاهرات إذا كان ثم برنامج العمل بالمقهى، وكل ما يتعلق بما تقوم به وكالة أحياء التراث في تستور بالذات. نعم، تم تدشين المقهى الأندلسي تحت إشراف، إعادة فتحه تحت إشراف السيدة وزيرة الثقافة الدكتورة حياة الكميتي في 9 جوان 2022. وليس الأول، رأوا المركز تقديم ليس الأول، عندنا زوز مراكز أخرين، مركز تقديم الموقع الأثري دقة
مرحبا بالتوانسة الكل. نعم. هذه مادة إعلامية صراحة ثقافية تهم التوانسة الكل. هي بادرة مهمة وجديدة هذه مراكز التقديم. بالضبط. هو حتى الاسم يعني جديد على أذن المتلقي. نسميوه مركز تقديم هكا. مركز تقديم. بالنسبة للدستور هو في المقهى الأندلسي اللي عمره أكثر من ثلاثة قرون. وبالنسبة لدقة أكثر من ثلاثة قرون. وبالنسبة لدقة مركز التقديم وين موقعه بالضبط؟ موقعه في الموقع الأثري. الموقع الأثري نعم. دقة. كذلك افتتحنا المراكز، هو أول مركز 19 مارس 2019 هو مركز تقديم تاريخ ومعالم مدينة تونس. نعم. العتيقة طبعا. يعني هذا وكنا في استضافة سابقة حكينا عليه باستفادة. نعم. مركز تقديم مدينة تونس. مدينة وكانت ضيفتنا السيدة المنسقة للمركز. نعم. في سلسلة الاستضافات هذه. دستور أيضا تراث لا مادي. تراث لا مادي كبير. نعم. يعني مخزون من الفن إلى الموسيقى إلى الملوف إلى 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 معناها أكيد. أكيد يقومنا بتظاهرات. نعم. خلينا نزيد ونعطوا فكرة أكثر عن مركز تقديم. مركز التقديم هذا متكون من كما قلنا منتوجات ثقافية. أيوة. قامت بإنجازها وكالة هيئة التراث التنمية الثقافية. قطاع مستوحات من التراث. وكذلك المهم في هذا الزائر للدستور يلقى لوحات موجودة، هو كمعرض حائتي يقدم تاريخ دستور والمعالم لدستور وكذلك مختلف العادات والتقاليد اللي عندها علاقة بالموروث الأندلسي. نعم. يعني الزائر لهذا المركز يتمتع حتى ما يكونش عنده معلومة كبيرة، ياخذ المعلومات الكل اللي تهم دستور حتى المسلك يتفسره مليح المركز نتاعنا هذا، بالإضافة إلى تلك المواد الثقافية التي نقدمها هناك، ثم ينطلق إلى المسلك نتاعو في دستور. يعني النجم يزور أكثر من خمسة مساجد. نعم. أكثر من خمسة جوامع، كذلك الحمام القديم، وكذلك دار حبيب مسيكة اللي هي تعتبر من أهم معلم معلم المعالم. نعم. التاريخية. إذن بعدما تم تدشين هذا المركز تقديم التراث الثقافي قمنا بأول نشاط. أول نشاط قمنا به في 17 أكتوبر وهو إحياء 17 أكتوبر 2022. نعم. وهو إحياء لمرور 19 سنة لإمضاء اتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي. إذن تحت شعار دستور تستضيف التراث الثقافي غير المادي قمنا خلالها بعديد النشاطات، امتد على أكثر من 10 أيام وجاء تزامن مع مهرجان الرمان. قمنا خلال هذه التظاهرة بتقديم عديد المعارض، عديد العناصر اللي مسجلة على قائمة التراث العالمي واللي ما يعرفهاش التونسي واللي نحبوا يعرفوه، اللي هي أهميتها النخلة كما فخار سجنان. احتوى زاد التظاهرة هذه على حفلة للمألوف، كذلك على عديد المدخلات العلمية. نعم. المفيدة اللي من هدف نتاعها هي إماطة الغطاء على التراث عن التراث المدفون. نعم. وعن التراث. نعم. خاصة اللي عنده علاقة بالتراث الثقافي غير المادي. في الحقيقة التراث الثقافي غير المادي هو مهم، هو اللي احنا قاعدين نعيشوا فيه. أكيد. هي عاداتنا، هي تقاليدنا، هي كلامنا، هي اعتقاداتنا، كذلك موروثنا الغذائي والشعبي وحتى والفني والموسيقي ركزنا. نعم. ركزنا على المدخلات العلمية التي تهتم بهذه الأمور، كذلك ركزنا على الحرفيين. عجيونا برشا حرفيين خلال التظاهر هذه، مش من دستور فقط ولكن من جهة بيجة، كذلك من سوسة، من مدن وقرى أندلسية أخرى. نعم. يعني كان لقاء حرفي تراثي ثقافي، حتى ولا عندنا تواصل مع حرفيين اخرين اللي نجموا يزودونا برشا مواد. نعم. ثقافيه. يعطيكم الصحه على العمل وعلى هالمجهود. تحياتي من خلالك لكل العاملين والاطارات في وكاله احياء التراث، وان شاء الله تتواصل هالشراكه بيناتنا يعني للاضافه ما امكن والتعريف اكثر ما يمكن بمراكز التقديم هذه المهمه. تفضل تفضل. طبعا طبعا. عندنا نهار السبت 15 أفريل يوم المتاحف. إذا التونسيين ينجموا يزوروا المتاحف التونسية الكل بكامل تراب الجمهورية في الليل، ما فيها بيس، نطلعوا نتمشاو شوية. أكيد. بعد العشاء نمشوا نعملوا طلع على متاحفنا المفتوحة. نعم. إن شاء الله في تستور عنا التظاهرة نخلوا للمشاهدين واللي هما مهتمين يجوا يكتشفوها. بالإضافة نحب نعطي معلومة مهمة اللي هي وكالة تحيي التراث والتنمية الثقافية هي أصلا اسمها التنمية الثقافية. نعم. الاسم الثاني. نعم. هي تسعى إلى رفع الوعي
بأهمية تراثنا، خاطر تراثنا هو هويتنا، هو حتى كي نسافروا معروفين توانسة بجبة بالشاشية، يعني هذاك موروثنا احنا نفتخروا به. تقدم وكالة هيئة التراث مجانية الدخول لجميع المتاحف والمواقع الأثرية إلى أكثر من 23 يوم في السنة للتونسيين مجانا. نعم. بالإضافة إلى التلامذة والطلبة والصحفيين والعسكريين والمتقاعدين، تعطيهم حرية التنقل، يعني حرية الدخول. نعم. الدخول المجاني، دخول هذا مجاني. مهم. مرحبا بكم في الدستور، مرحبا بكم نهار 15 أفريل ليلا، هذا ليلا مهم جدا، هذا مهم جدا ليلا. نعم. ما فيها بس شوية قوتة شوية حلو طبعا، والثقافة والتراث قبل كل شيء، أولا وقبل كل شيء. بالإضافة إلى كون تهدي الوكالة كل زائر. نعم. هذه المطويات اللي اختبت لكم، مطويات دوغا اللي هي الموقع الأثري في لائحة التراث العالمي. هذه المطويات هي مطويات ثرية جدا، فيها معلومات تهم كل شرائح، ينجموا يفهموها التوانسة الكل من الصغير للكبير. مرحبا بكم، تعرفوا على تراث بلادنا، رانا تونس غنية برشا، واللي يحب الوطن يحبه كله. نعم، شكرا لك سيدة رملة الحصاري، المتصرف المستشار بوكالة أحياء تراث والتنمية الثقافية. مازلنا مواصلين في الاستضافات في خصوص مراكز التقديم وفي خصوص كل المعالم اللي تقوم وكالة أحياء تراث والتنمية الثقافية على الإحاطة بها وعلى تثمينها وعلى أن تكون فيها برامج للنشاط الثقافي والفني والفكري. طبعا الاستضافات واصلة، استضافة خاصة جدا نتشرف بها ونسعد بها للأستاذ الدكتور طيب البكوش، الأمين العام لاتحاد المغرب العربي وأيضا وزير التربية والخارجية الأسبق والأمين العام الأسبق أيضا الاتحاد العام التونسي للشغل، ترافقه الأستاذة هند السوداني عن كتابه والبادرة الإنسانية التضامنية المتعلقة به، كتابه بورقيبة كما عرف إذا كان يعني الذاكرة ما خانتنيش، بعد قليل. لكن الآن وقفة قصيرة مع صابرين باش نشوفوها وين وصلت. تفضل. عايشك زيد، احنا لهنا بدينا في مرحلة صغيرة بالنسبة لليبانيز، حضرت البات متاع السابلي اللي خلطنا عنا 300 غرام فالينة و100 غرام سكر محور، عظمة 125 غرام زبدة، ومغرفة صغيرة خميرة متاع جاتو، نخلطوهم غير ما نعجنوهم، ومن بعد حطيتهم هكايا في الطبق متاعي اللوطة بالكل كيما قاعدين تشوفوها هاوكا، نستويوها لو ماكسيموم قد ما نجمو. وتوا باش نقولكم شناهي باش نعملو، باش ناخذو الفرشيطة متاعنا ولازم من البلايص الكل نحطو الهواء يخرج، ما نحبوهاش تتنفخ، دونك نقعدو نتبعوها للاخر بالكل، وباش ندخلوها الطيب وحدها، ومن بعد نخرجوها ونحطوا لها المعجون، ومن بعد نحطوا فوقها الكوش الثانيه اللي باش نخلطوها مع بعضنا. اما انا جوست باش نطيبها كيما قلت لكم، من بعد نخرجها نحط لها المعجون ونحط لها الكوش الثانيه، هنا باش نخلطوها مع بعضنا ومن بعد نكمل نقد دقائق. بالنسبه للكوش الثانيه احنا قلنا 3 كعبات عظم، اما انا حطيت من الاول زوز، ونشوفوا رواحنا باش نزيدوا الكعبه الثالثه ولا دونك. هذه الكعبه الثالثه نخليوها على جنب. لهنا عندنا الكعبتين نتاعنا خلطوهم، عندنا لهنا 100 غرام لوز احمر مرحي بالطبيعه، وعندنا لهنا البسكوي المرحي ومعاه مغرفه صغيره خميره نتاع جاتو، دونك باش نخلطوهم. وكما قلت لكم بعد نشوفوا رواحنا باش نزيدوا العظمه الثالثه ولا حاجتنا بكوش تكون متماسكه شويه مش جاريه. بون في الاخر باش نزيدوها الثالثه، واكيد ما ننساوش عندنا ماء زهر اللي باش نزيدوه. نخلطوا بالكدا حتى لين تتمزج المكونات الكل. وكما قلت لكم انا توا باش نطيب الطبقه الاولى نتاع السابلي، نخرجها نصب فوقها المعجون، ومن بعد نصب فوقها الكوش هذايا نتاع البسكوي والفاكهه، وكيف كيف نرجعوها للفور. نجمو قبل ما نرجعوها للفور نعملو كي رشه نتاع فروي كونكاسي، فروي سيك معناتها كونكاسي،
ومن بعد أكيد نجموا تدهنوها من الفوق بنفس المعجون اللي حطيتوه في الفاخس الداخل، وإلا بنباج باش يجينا لون مزيان. هذه الغسيت الأولى، وقعدوا معنا أنا شوية خلنا نرجع لكم نكملوا مع بعضنا الغسيت الثانية متاع الكنافة أون فيغي. قلنا شكرا لك صابرين، قلنا الاستضافة المرة هذه مميزة وشرف لنا ولفريق البرنامج الحقيقة أن يكون حاضر بيناتنا الأستاذ الدكتور طيب البكوش وأيضا الأستاذة الدكتورة هند السوداني. كما قلت لكم الأستاذ الدكتور طيب البكوش مسيرة حافلة يعني على المستوى الأكاديمي، أيضا على المستوى السياسي، على المستوى كان صحة العبارة النقابي أيضا. الحقيقة يعني الأمين العام الأسبق الاتحاد العام التونسي للشغل، أيضا مدير مؤسس للمعهد العربي لحقوق الإنسان تقريبا. لا 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 دكتور مرحبا بك. رئيس مجلس إدارة الثاني بعد الثاني. المرحوم نعم حسيب العمار. نعم بعد المرحوم الحقوقي الراحل أيضا الوزير الأسبق والمناضل حسيب بن عمار. أيضا الأستاذة هند السوداني بالإضافة إلى أنها أكاديمية بارزة هي يعني ناشطة في الحقل الثقافي، ومن هنا جاء اللقاء بين الدكتور طيب بكوش الأمين العام لاتحاد المغرب العربي قلت لكم ووزير التربية والخارجية الأسبق، ولكن الآن بحثنا بصفته يعني مؤلف لكتاب مهم بورقيبة كما عرفته في نسخة عربية، وبورقيبة تلكو جلي كونو في نسخة فرنسية في إطار بادرة تضامنية جميلة. مرحبا بك دكتور. مرحبا بك أستاذة. أنا أول سؤال سألته لك دكتور، ولو أنه معناها مش قريب برشا من محور لقانا لكن ما فيها بس، يعني بين الرباط وتونس، يعني بين الرباط وتونس، يعني مقر الأمانة العامة لاتحاد نعم المغرب العربي نعم في الرباط، في الرباط. كمرشح أنا مرشح الدولة التونسية نعم، لكن كملت المدة القانونية بتاعي وطلبت أنهم يجتمعوا وعينوا حد آخر، قالوا لي في الظروف الراهنة ما نجموش. نعم ما نجموش يلقاو ما خير منك دكتور. المهم باش نحكيوا على الكتاب أولا، وخاصة بمناسبة الذكرى 23 لرحيل الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة. بورقيبة كما عرفته دكتور العلاقة يعني مرت بعديد الفترات، لأنك كنت معتبرا اولا من اوائل الاكاديميين والاساتذه الجامعيين الذين تولوا مسؤوليه نقابيه افضت الى الامانه العامه للاتحاد العام التونسي للشغل في فتره صعبه وحساسه، ومن هنا كانت العلاقه يعني خاصه بالزعيم الراحل الحبيب بورقيبة. فعلا جات نجم نقول بعد مخلفات أزمة 26 جانفي 78 الضرب العام والمحاكمات وما إلى ذلك والسجون، وبعد يعني يقع مؤتمر استثنائي مؤتمر قفصة، وفي هذا المؤتمر طلب مني أن أتحمل مسؤولية الأمانة العامة في ظروف صعبة. نعم. من هنا جت لقاءاتي مع الرئيس بورقيبة، وان كان شفته قبل في مناسبات اخرى. مع هذا اللي حبيت نحكي عليه، يعني قبل تولي الامانه العامه الاتحاد العام التونسي للشغل كانت هناك لقاءات، لانك كنت ايضا مسؤول في الاتحاد على قطاع التعليم العالي الدراسات قبلها على نقابه التعليم العالي والبحث العلمي. نعم. وقت اللي استقبل جامعيين كنت من بينهم، كذلك فيما بعد كأمين عام مساعد مكلف بالدراسات استقبل المكتب التنفيذي الجديد بتاع مؤتمر 77. نعم. وبعد جت الأزمة بتاع 26 جانفي وما تبعها. نعم. فوقتها تحملت المسؤولية كان عندي هدف أساسي هو أنه مخلفات الأزمة نطويها. نعم. وندخل في فتحة في صفحة جديدة. نعم. فكنت ألتقي به في هذا الهدف، لأنه هو كيف عمل العفو ما عملوش شامل على الناس كل، استثنى الحبيب عاشور من جملة. نعم. الأشياء اللي هو زعيم نقابي كان الأمين العام فكنت ندافع عليه، وعملنا احنا في مؤتمر قفصة لائحة رفع الاستثناء، وحددنا فيها أنه في ظرف 6 شهور يلزم حقه هذا. فأنا كان حرصي أنه بموافقة الرئيس بورقيبة يقع طي الصفحة، وإذا كان
ما حبش بعد في تنتهي الستة شهور احنا نعلنه كمكتب تنفيذي على رفع الاستثناء. ولكن بورقيبة كان ذكي جدا وهو معروف بالذكاء. نعم. فهم انه هذا هالورقة هذه تخرج من يديه، فقعد يربح في الوقت حتى ماتوا الستة شهور. في اخر لقاء معه في اخر ستة شهور جلسني وقال لي الاتحاد كبار دبروسكم. نعم. والحقيقة مش باش نتوسعوا برشا لأنه محور حديثنا قلنا المبادرة التضامنية، ولكن في ذلك الوقت أحدث منصب تقريبا شبه شرفي للزعيم النقابي حبيب عاشور اللي هو رئاسة فعلية رئيس الاتحاد استثنائية ما كانش موجودة. نعم. ربما وجدت سنة 46 عندما كان في فترة وجيزة الفاضل بن عاشور في التأسيس الاتحاد وزعيم الراحل فرحات حشاد أمينا عاما. كان شبه رئيس شرفي وقتها. نعم. للفضل عاشور اللي رحمه. نعم. الكتاب الحقيقة لا يمكن أن يكون معناها مصنف متعلق بعلاقة أكاديمي وأستاذ جامعي وأمين عام لاتحاد الشغل وناشط يعني في الحقل السياسي والنقابي والحقوقي، لا يمكن أن يكون يعني متميزا أكثر من هكا. الحقيقة أنا طلعت عليه من خلال ليدرز قلت لك يعني صحيح. على حلقات مبوبة وقتها، وفي الحقيقة فما كتب أخرى العديد من الإصدارات لك دكتور، ولكن في نفس هذا الإطار فما كتاب أيضا عن الرئيس السابق بن علي. بعد هذا عملت الرئيس بن علي كما عرفته الرئيس بن علي كما عرفته، أيضا جدير جدا بالبحث والاهتمام لأنه العلاقة أيضا كانت عن قرب، ثم جاءت العلاقة مع الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي وهي جديرة أيضا بكتاب طبعا طيلة كتاب سنوات. كامل من ضمنش خطرية بضعة أشهر معناها في نجم قلو ما يش متاع حوارات. نعم. يختلف الأمر هو الحقيقة احنا تجربة الأستاذ الدكتور طيب بكوش طويلة وثرية ودسمة، والحوار يمكن يعني مجال البرنامج لا يتسع لهذا الحوار، لكن مش نحكيه بعد إذنك دكتور مع الأستاذة علاء البادرة. يعني أنت بالإضافة إلى الجانب الأكاديمي وكونك أستاذة جامعية في جامعة منوبة هكا يعني ناشطة في الحقل الثقافي، وارتأيتم أنه بمناسبة الذكرى 23 لوفاة زعيم راحل الحبيب بورقيبة بالتنسيق مع الأستاذ الدكتور طيب بكوش بادرة ثقافية أكاديميا صحت العبارة وإنسانية بالأساس، وإحنا في شهر رمضان الفضيل. تفضل دكتور. يعطيك صحة، شكرا، سعيدة بتواجدي اليوم معكم وإلى جانب أستاذنا الدكتور. هذا شرف كبير ياسر لنا الكل. طيب بكوش عايشك. البادرة يعني هي كانت يعني الفكرة جماعية. أي. حبينا في ذكرى وفاة رئيس زعيم الراحل بورقيبة حبيب بورقيبة أن نكون ننظم نشاط. نعم. يكون يخرج على المألوف. كانت الفكرة مع مكتبة الكولتوريل مع السيد حسن جعيد اللي نحييه ونعرفوا اللي بعد الكورونا وفي رمضان ونحبوا أن يكون عندنا لقاءات ثقافية وأدبية وأكاديمية. طبعا. قلنا علاش لا، ونعرفوا اللي الأستاذ الدكتور طيب بكوش خرج كتابه بورقيبة كما عرفته في نسختيه دونك العربية والفرنسية. نعم. وحبينا ما أنه السنة جت في رمضان ذكرى وفاة زعيم الراحل حبيب بورقيبة، قلنا علاش لا نذكروا أطفال بورقيبة، نعرفوا قداش بورقيبة. نعم. راهن على الأطفال وعلى الشباب وعلى التكوين وعلى التعليم. من المبادرات الرائدة جدا على المستوى الاجتماعي والإنساني في المنطقة، يعني على المستوى الإقليمي القاري والعربي ربما من أوائل المبادرات نتاع تبني الأطفال هذوكم. خليني أقول فاقدي السند باش ما نستعملش عبارة أخرى. أكيد. ويعني تخصيص قرى ليهم وتخصيص عائلات بالمناسبة التلفزة الوطنية البارح كانت في برنامج ربي عينك في تغطية لإفطار هالعائلات هما في القرى. أكيد تعرفوا الاثنين أنهم مقسمين يعني إلى بيوت وعائلات، الحقيقة يعني حاجة جميلة تميز التعاطي الوطني التونسي منذ عقود مع الأطفال هذوما فقيدي السند. هي الفكرة أطفال بورقيبة. نعم. فكرة يعني رائدة
سعيده وجميله برشا، لاني ما تخليش صغير يحس في روحه، يحس روحه في عائله مع امه، مع معناتها مع اخواته. وانا مشيت تنقلت وشفتهم، حتى تحدثت مع سي خليل بن خليل نحييه مدير اس او اس جمرت، اللي قال لي حتى الاطفال يكونوا يدمجوهم في حتى في مدارس خاصه باش ما يحسوش بالفرق، باش يكونوا يعني هذا يعني يمكن زعيم بورقيبه ورؤيته اللي كانت متميزه وغير عاديه، واللي هو كان يحس بالمواطن التونسي. نرجع للبادره واللقاء. يعني جات الفكره ان نقترح على الاستاذ الدكتور طيب بكوش انه يقدم كتابه، وكان رحب بالفكره واقترح انه قال انا ما نحبش ناخذ يعني ثمن مبيعات. اقترحنا عليه انه يعني المبادره تكون مبادره تضامنيه، وانه بما انه الكتاب يعني يخص بورقيبه، انه المرابح يعني تكون يعني ينجم يمشي المداخيل ريعها يذهب الى قرى اطفال بورقيبه. كان اللقاء متميز وحضروه ثلة من الجامعيين. هو في الحقيقة قلتوا لي عنا مجموعة من الصور، ما نعرفش إذا كان جاهزة أو حاضرة، نجموا نشاهدوها تباعا بالمرافقة مع يعني حديثنا الشيق والممتع معك دكتور. في العمل أو الفترة الطويلة اللي قضيتها في العمل الأكاديمي والحقوقي والنقابي والسياسي أيضا والدبلوماسي الآن على رأس الاتحاد اتحاد المغرب العربي، الأكيد أنه يعني الجانب الإنساني، خلينا من الجانب الرسمي والجانب يعني اللي فيه الحقيقة بروتوكولات، ولكن الجانب الإنساني في مثل هالبادرات كان دائما يخو حيز وعنده تميز وخصوصية بعيدا على الأمور الجدية، هذيك معناها العاطفة والقلب أحيانا قبل التفكير والعقل. طبعا لأنه أيضا عندها بعد حقوقي. نعم هذا هو حقوق الإنسان، منها أيضا حقوق الطفل طبعا، وحقوق المرأة، نعم، وحقوق ذوي الإعاقة إلى آخره. فهي مسألة إذا إنسانية في المقام الأول، ولابد من أن تكون المسائل الإنسانية هذه والاجتماعية تكون داخلة في استراتيجية سياسية بتاع أي دولة، نعم، أو منظمة تهتم بالمسألة الحقوقية. وخاصة أنك كنت على رأس وزارة التربية أيضا، هما الوليدات هذوما الأغلبية متاعهم في سن التمدرس، إن كان يعني أساسي أو أعدادي أو ثانوي، وكما قلنا حضرتك كنت على رأس وزارة التربية في فترة صعبة نوعا ما، يعني جانفي 2011 ديسمبر تقريبا، جانفي ديسمبر 2011. هل يعني الاندماج متاع الأطفال هذوما على الأقل على المستوى التعليمي والتربوي حاصل ومحقق ومؤكد بحكم التجربة هذه على رأس الوزارة؟ هي فترة قصيرة لمحلة كانت، نعم، استثنائية، لأنه طبعا في الظروف معروف بتاع انتقال للأخير، ولكن كان هالجانب هذا ديما حاضر، وهو الاهتمام بالطفولة، الاهتمام بالمدرسة، الاهتمام بظروف العمل، ظروف الدراسة. كانت فوضى في البلاد، صحيح، والشوارع معناها الأطفال يدزوهم للشوارع، نعم، مهددين. كانت أيضا أنا خرجت سلسلة من المقالات عن التجربة نتاع وزارة التربية أيضا، قريتها في لدارس أيضا، نعم، لدارس العربية، نعم. إن شاء الله فيما بعد تتوسع وتكون في شكل كتاب. كتاب إن شاء الله توعدنا دكتور تجينا ونحكيوا عليه الكتاب إن شاء الله في الوطنية بإذن الله. نعم حبيت نزيد ناخذ فكره على الحفل التوقيع عن صحه العباره هذا، ولكن في البرامج المستقبليه في علاقه ربما بنشاط اخر يكون يعني ضيف او ضيف الشرف فيه الاستاذ دكتور طيب بكوش، ربما كتاب بن علي الرئيس بن علي كما عرفته، بادره اخرى، ويعني المداخيل تذهب الى يعني جهه اخرى، لما لا؟
لما لا، انا الحقيقه حبيت نركز على جانبين، هما جانب التضامني اللي التوانسه يحبوه ويعرفوه خاصه في شهر رمضان، وكذلك تكافل جهود اطراف مختلفه. يعني سي طيب البكوش استاذنا والدكتور هو مربي قبل كل شيء طبعا، ويعرف قيمه يعني العمل التضامني عن جدا مجال المكتبات. يعني كولتوريل، وفما كثير من المكتبات الاخرى في تونس غير دور الثقافه، لان المكتبات تكون اقرب للتونسي اللي مش باش يتنقل مثلا مدينه الثقافه ولا غير ذلك، تكون اقرب له اسهل له انه يكون متواجد. والمكتبات في كل مكان، في كل مكان. ونرجع للكتاب ايضا، ما ثمش يعني قريه، خليني نقول باش ما نقولش معتمديه، لم تحدث فيها دار الشعب. صحيح. هكا ولا يا دكتور؟ أكيد. اللي اصبحت بعد دار مكتبات بلديه. نعم، المكتبات العموميه. والحقيقه معناها نجموا نقراوا الكثير والكثير من خلال الكتاب نتاع الاستاذ الدكتور طيب البكوش، رئيس تحبيب بورقيبه كما عرفته، خفايا اللقاءات حول الازمه النقابيه، والا ايضا بورقيبه تلك جلي كونو، ريفيلاسيون دونتروتيان ا بروبو دو لا كريز سانديكال. دكتور، كتاب ايضا، انت عرفت بورقيبه يعني بشكل خاص وبشكل يعني مقرب، خليني نقول، في فتره توليك للأمانة العامه الاتحاد العام التونسي للشغلات، لكن هات خلينا نفتحوا افاق. وانا المقترح اللي جا لداني انه نخصوا ايضا حفل توقيع خاص بكتاب بن علي كما عرفته. ايضا معرفتك ببن علي كانت في سياق خاص كرئيس مجلس اداره المعهد العربي لحقوق الانسان، والا فما ابعاد اخرى للعلاقه. كانت في البدايه يعني كان رحب برئاستي للمعهد. نعم. ولكن بعد طبعا يطلب اشياء اللي انا ما نجمش نقبلها. اكيد اكيد. فولت العلاقه متازمه. نعم. وجمد الاموال تاع المعهد ودخلنا في عنا ما نقراه معناها في كتاب الرئيس بن علي، كما ايضا مخلفات الازمه النقابيه الثانيه. نعم. في نعم. مع بن علي. نعم. اللي هي في اواسط الثمانينات. اكيد. أي. في عهد محمد بعد معناها بعد ما ولى بن علي رئيس. نعم. ثم بعد الازمه اللي بدات في اواخر عهد مزالي. اي. وتواصلت عندما يعني ولا النقابتان ولات عبد العزيز بوراوي والاتحاد العام التونسي للشغل، ثم الازمه اللي كان ربما طرف فيها الامين العام الاسبق الاتحاد العام التونسي للشغل الطيب الصحباني ايضا، هذيك جات من بعد في عهد بن علي. الحقيقه الكثير والكثير مما يمكن ان يقرا، خاصه انك معناها على اطلاع بخفايا الامور. استاذه، نخلي لك كلمة الختام، فلتتفضلي رسالة توجهها ولا دعوة إلى نشاط ولا بادرة باش تحكينا عليها في المستقبل. تفضلي، المجال مفتوح لك. أنا حبيت زادا يمكن نلفت نظر إلى أنه هذه الكتب مهمة جدا طبعا، لأن الشباب اليوم فما الكثير من الحلقات من تاريخ تونس ما يعرفوهمش. نعم. وكتاب مهم كهذا يعني كتاب الأستاذ الدكتور طيب بكوش يمكن الشباب من أنه يعرف تاريخه. أكيد. ولهنا يمكن نخرج يعني فما مزج بين التعليمي والثقافي. أكيد. أكيد أنه باش يكون عندنا الكثير من اللقاءات، عندنا معرض كتاب اللي باش يكون يوم ابتداء من يوم 28 أفريل. اللي نجم نقوله كجامعية هو أن نحاول أن نخرج من أسوار الجامعة، الشباب علاش لا، دور الثقافة نحيوها، للمكتبات أن نقربوا الكتاب للقارئ التونسي، وخاصة كيف يكون مع تكيما هذه البادرة وهذا اللقاء اللي الحقيقة كانت عنده الكثير من الأهداف، هدف ثقافي، كتاب تاريخ تونس، عمل تضامني، مكن الشباب ومكن زاد الكثير من التوانسة من ثلة من المثقفين أنهم يتلقاو في رمضان. شنحبوا خير من هكا؟ نعم، شنحبوا خير من هكا، وإحنا أيضا شنحبوا خير من هكا أن يكون بيناتنا الأستاذ الدكتور طيب بكوش. هو في الحقيقة ما ثمش حتى مقدم برامج يعني تتاح له الفرصة الكبيرة هذه أن يكون حاضر معاه الأستاذ الدكتور طيب بكوش، وما يأسفش على يعني مرور الوقت بسرعة. الحقيقة هو في يعني درسة قصيرة قبل ما تدور الكاميرا في المباشر، الأستاذ الدكتور قال لي قداش وقت؟ قلت له يا دكتور المجال مفتوح لك، احنا ماذا بينا إلى نهاية البث واحد نتحكم في الوقت. طبعا طبعا الوقت أكيد باش يوفر لنا ويمنحنا
بإذن الله الفرصة أنه تكون لنا لقاءات معاكم الاثنين. مشكورة الدكتورة هند السوداني الأستاذة الجامعية والناشطة في الحقل الثقافي وصاحبة المبادرات المتميزة اللي منها مبادرة إهداء مداخيل كتاب الأستاذ الدكتور طيب بكوشة رئيس لحبيب بورقيبة كما عرفته إلى طبعا قرى أطفال بورقيبة. دكتور نخلي لك كلمة الختام، ما نعرفش إذا كان عندك فكرة لكتاب قادم متميز جديد وإلا نشاط ثقافي أكاديمي آخر، خلينا من السياسة والدبلوماسية. ثم كتب إن شاء الله تصدر إن شاء الله خلال هذه السنة، بعض الكتب أخرى منها كتاب يتعلق بالسنوات الأولى أو نصف العقد الماضي، من 11 حتى من 16 حتى البداية 16. حضرتك انتهت مهمتك على رأس وزارة الخارجية سنة 2016 هكا؟ بداية قدمت استقالتي من الخارجية في بداية 16. بداية 16، وهذا معناها من الأشياء اللي تميزك دكتور، يعني من الصعب جدا أنه الإنسان يعني يستقيل من الخارجية. احنا يعني لما كنا طلبة دائما نختار وزارة الخارجية على أساس بعيد عن أعباء المشاكل يعني سياسية في الداخل وفيها مجال للسفر و للأجواء اللي تعرفها، ولكن يعني ما عرف عنكم أنه إذا كان يعني تعملوا يعني ما يطلب منكم وإلا تتركون المهمة للغير. مشكور جدا أيضا على تشريفك لنا بالحضور الأستاذ الدكتور طيب بكوش الأستاذ الجامعي والأمين العام الأسبق للاتحاد العام التونسي للشغل وأيضا وزير التربية والخارجية الأسبق والأمين العام الحالي لاتحاد المغرب العربي. كان لقاءنا معكما الدكتورة هالة السوداني والدكتور طيب بكوش بمناسبة الكتاب، هو اصدر عنده مدة في نسختين ولكن اللقاء كان محوره إهداء مداخيل الكتاب لقرى أطفال بورقيبة، الكتاب الرئيس لحبيب بورقيبة كما عرفته في نسخته العربية وبورقيبة الكوجليكونو في نسخته الفرنسية. نجد لكم جزيل الشكر، على أمل اللقاء بكم في قادم المواعيد طبعا في التلفزة الوطنية. الربط المباشر أيضا تلفزيون القرب دائما ما نؤكد ذلك حاضر بامتياز يوميا في تونس في رمضان، ومعنا على الخط زميلنا خميس بوبتان. خميس مرحبا بك. مساء الخير زياد، تحية ليك ولكل مشاهدي القناة الوطنية الأولى. كما ذكرت في الحقيقة الجهات حاضرة بامتياز في الوطنية الأولى، وحاضرة خاصة في شهر رمضان، في 20 من شهر رمضان الذي تبلغ فيه ذروة الأنشطة الدينية والثقافية في مختلف جهات الجمهورية. ولاية مدنين على بقية على غرار بقية الولايات تشهد هذه الذروة هذه الأيام انطلاقا خاصة من اليوم إلى نهاية شهر رمضان المعظم. هذاك علاش زياد باش نتحدثوا الآن على جملة هذه الأنشطة الدينية، وخاصة ما ميز صراحة ولاية مدنين من أنشطة فريدة وطريفة على المستوى الديني، خاصة في المساجد في الجوامع في المسابقات الدينية وغيرها. هذاك علاش باش نتحدث في السياق هذايا مع ضيفنا السيد أيمن بن عمر وهو المدير الجهوي للشؤون الدينية بولاية مدنين. سي أيمن مرحبا بك، كل عام وانت حي بخير. أكيد شهر رمضان المعظم اليوم 20، ذروة الأنشطة الدينية المميزة الفريدة في ولاية مدنين تتواصل. ومرحبا بك سي خميس ولكل العاملين ومشاهدي التلفزة الوطنية. هذه السنة احنا عملنا قدر المستطاع أن النشاط يكون متنوع على خلاف ممكن السنوات الفارطة، ما ركزناش على الكثافة، ركزنا على أن النشاط هذا يخرج من الإطار النمطي اللي نعرفوه النشاط الديني داخل المساجد سواء دروس ومحاضرات، رغم أن العدد كان مميز هذه السنة ما يقارب 5000 نشاط. حبينا نعطوا أنشطة جديدة تخرج من الإطار هذايا، النشاط اللي انطلقنا فيه سميناه المقهى الثقافي، وكان انطلق ببعض الوعاظ وأئمة الخطابة في كل معتمديات ولاية مدنين، تواجدوا في إطار مقاهي موجودين، تحدثوا مع بعض الشباب المجتمع المدني بعض الجمعيات حول المواضيع اللي يمكن مطروحة اليوم واللي تهم الشباب واللي ممكن قد تفهم خطأ وقد تستغل من بعض الأطراف. هذاك علاش حبينا النشاط هذا يكون موجود في كل المعتمديات. أيضا الأنشطة المربوطة بالمسابقات القرآنية والحديثية هذه السنة ولأول مرة يكون هناك مسابقة رسمية
لأطفال الكتاتيب وانطلقت بمدنين ثم في بنقردان. أيضا مسابقة حبينا ننشطوا الصغيرات وكانت أكثر منها احتفالية أكثر منها مسابقة رسمية. الصغار ذوما سيتم تكريمهم ليلة 27 من هذا الشهر في الموكب الرسمي اللي يشرف عليه السيد والي مدنين، وباش يكونوا متواجدين وباش ياخذوا جوائز في إطار معناها الأيام. احنا نعتبروها هذه المناسبة هي مناسبة فرحة لكل العائلات، بداية بالأطفال الصغار إلى الكل اللي يشتغلوا في المجال الشأن الديني. أكيد فما اهتمام كذلك بالرجال المساجد ورجال الجوامع والمتفقدين وغيرهم على المستوى الإدارة متاعكم، حتى منطقة على الجانب الاجتماعي تلهوا بهم أكثر في الشهر الكريم هذا. هناك هي متابعة معناها شبه يومية خاصة المشتغلين في المساجد والجوامع. وليلة البارحة فقط كنا كرمنا أحد الأئمة اللي بقي 50 سنة في الإمامة وتم تكريمه من طرف الإدارة الجهوية. أيضا هناك رعاية مهمة خاصة بالقائمين بشؤون البيت، واللي خطر المسألة ليست بسهلة إقامة صلاة التراويح، ونعرف كم تأخذ من الوقت ومن المجهود وتنظيف المساجد والجوامع. وهذا كله كما قلنا يأتي في إطار معناها أن رمضان هو شهر حقيقة شهر فرحة لنا الكل بدون استثناء. شكرا لك سيد أيمن بن عمر مدير الجهوي للشؤون الدينية بولاية مدين. حاب نشكرك شكر خاص على المبادرات الطريفة في الحقيقة وغير المسبوقة على المستوى الاهتمام بالشأن الديني في شهر رمضان في ولاية مدنين. الجانب الآخر زياد أكيد مهم جدا على مستوى النشاط الثقافي. ولاية مدنين بمعتمدياتها الكل تشهد أنشطة ثقافية، ولكن الذروة متاحة في هذه الأيام مع انطلاق مهرجانات المدينة بمختلف معتمديات الولاية. حبينا ناخذ عليه فكرة مع ضيفتنا السيدة نعيمة الهدار، وهي المندوبة الجهوية للثقافة بولاية مدنين. سيدة نعيمة مرحبا بك، أتمنى لك النجاح والتوفيق في مسؤولياتك في ولاية مدنين. ولكن كذلك نحكيه على ذروة الأنشطة الثقافية خاصة في العشر أيام هذوما في ولاية مدنين. بالحق هما تجمعوا في النصف الثاني يعني من رمضان، تبارك الله كامل المعتمديات كامل المؤسسات الثقافية يعني باش تحتضن عديد التظاهرات. فما متنوعة، باش تلقى السينما، باش تلقى المسرح، باش تلقى الطرب، باش تلقى الموسيقى الصوفية أيضا. مثلا من العروض الموجودة باش يسهروا مع عرض التخميرة جمهور مدنين المدينة، كذلك رحاب صغير، كذلك حسن الدوس، كذلك مع مسرحية نعيمة الجاني بنات سعاد. فما مجموعة رحاب صغير زادة موجودة في حومة السوق، فما عرض أحمد جلمام، فما لبنى نعمان، كذلك فما عرض سلمية حضرة رجال قابس، فما عرض السقفية اللي باش يكون في جرجيس. يعني كلها عروض متميزة اللي هو أكيد الجمهور اللي باش يواكب العروض هذه مش باش يندم على الحضور، خاطر فما شوية ناس تبخلك باش تخرج المرة الأولى، لكن المتأكدة اللي باش يخرج ويزور الفضاءات هذه مش باش يندم. يعني سيدة نعيمة مسألة مهمة تشتغلوا عليها إن العروض هذه تكون قريبة وين موجود المواطن خاصة في شهر رمضان المعظم في الليل في الفضاءات المفتوحة، عملتوا على الأمر هذا؟ فما أكيد هي فما جانب إرادي وجانب مفروض. يعني مثلا أن بعض الفضاءات اللي هي حاليا في إطار البناء والصيانة والكل مضطرين المديرين أنهم مش يعملوا في منتزهات في فضاءات خارجية، سواء كانت بنقردان جا باش يكون فيها الفنان رؤوف ماهر زادة باش يصلوا معاه الليلة غدا لنهار 12. بالنسبة كذلك دار ثقافة حومة السوق اللي هي بطور الأشغال ميدون، هي بيدها عندها أنشطة في فضاء خارجي. يعني أغلبية الفضاءات يعني تقريبا فيها أشغال، مضطرين المديرين باش تكون عندهم الأنشطة خارجية. هذه إلى جانب اختيار زادة كما قلت أن من المستحسن نخرج للمواطن أينما كان ونقرب له أكثر. وفما عروض هي بالطبع باش مثلا المسرح والى سينما ما تنجم تكون كان في قاعه عروض، ولا العروض الاخرى الصوفيه او الموسيقيه اكيد تنجم يحتضنها اي فضاء. يعني سيدي ان شاء الله موفقين. شكرا لك سيده نعيمه الهدار المندوبه الجهويه للثقافه بولايه مدنين. كانت هذه فكره زياده على الجانب الديني والجانب الثقافي وليت كامل في الحقيقه في جمله من الانشطه المشتركه ما بين الادارتين الجهويتين للثقافه والشؤون الدينيه بولايه مدنين.
تحياتنا لك خميس، تحياتنا من خلالك للزملاء العاملين في وحدات الانتاج التلفزي بالجنوب، بتطاوين، بجابس، بمدنين، الزميلة فايزة السكرافي، أيضا الزميل مراد مزيود في توزر قبلي، وتحياتنا لمشاهدينا من الجنوب الحبيب إلى قلوبنا جميعا أينما كانوا. الفقرة القارة المرة هذه مع مريم النجار مدربة التنمية البشرية حول موضوع الحقيقة أقل ما يمكن أن يقال فيه هو حارق، وموضوع الساعة، وموضوع الحقيقة ربما يثير العديد من الإشكاليات ويثير الجدل والمواقف، ربما اللي في معظمها مستهجنة لما يدور ولما يبث ولما يعرض على أنظار الناس في هذا الشهر الكريم. مرحبا بك مريم. يعيشك. الأكيد أنه المشاهدين بدأوا يفهموا الموضوع اللي اخترتونا اليوم، وهو تأثير الأعمال الدرامية في رمضان. ما نقولش أعمال رمضانية، هي الأعمال هذه أبعد ما تكون على أنها رمضانية، لأنه رمضان شهر العائلة، رمضان شهر اللمة الحلوة، رمضان شهر البو بنته ولمه ولدها والخو واخته في أي نقطة من تراب الجمهورية، مهما كانت الاختلافات الاجتماعية ومهما كانت معناها المقاربات الثقافية ومهما كانت يعني التوجهات المختلفة اللي معناها أحيانا تظهر ماهيشي قريبة، باش ما نقولش بعيدة برشا، على تونسنا، على احنا كتونسي العادي البسيط المواطن اللي معناها مازال في العائلة ثم الحشمة وثم الحياة وثم المثل وثم القيم وثم المبادئ وثم الأخلاق. الحقيقة أبعد ما يكون ما يعرض للأسف الشديد، أبعد ما يكون وله تأثير سلبي، خاصة عندما نضرب المؤسسة التربوية اللي هي الأساس معناها امتع بناء الشعوب وأساس معناها الانطلاق نحو التقدم ونحو الرقي ونحو الحضارة، نضربها في مقتل معناها بدراما ما أنزل الله بها من سلطان. الحقيقة لا يسعى الإنسان إلا أن يتأسف ويتسأل وين هل ما يسمى هذه بالهايكا معناها شنية دورها، فاش تعمل، شنو معناتها، وين باش توصل بينا الأمور، معناها تقول لي كل حد حر، تقول لي بيناتنا لا، الحقيقة ثم نظم وثم ضوابط وثم في أعتى الدول تحررية في العالم، ثم منتوج يعرض مربوط بوقت، 9 متاع الليل نحطوا إلا 12، 10 متاع الليل نحطوا إلا 14، 11 تاع الليل نحطوا الا 16، ونص الليل نحطوا الا 18، والمواطن بدرجه من الوعي والرقي يبدا وحده في البيت، يبدا عمره اقل من 18 سنه كي راه الا 18 ما يحطش القناه هذيك وما يتفرجش في الماده التلفزيه المعروضه هذيك والتلفزه في بيوتنا تقتحم علينا ديارنا، المفروض تنقل لنا صورة طيبة، صورة جميلة، صورة معناها فيها يعني ما كنا نشاهده في رمضان قبل. وين مشى هذاك مريم؟ والله شيء أسف، والله شيء أسف. صحيح ساعة، شكرا على الاستضافة ومرحبا بجميع المشاهدين. وين مشى؟ كنا نتسائلوا علاش هالدرجة نتاع العنف تفاقمت. سيفغي العنف ماهوش حاجه جديده، اما ولات ظاهره، والظاهره ولات بكثره. كي نجيو نرجعوا احنا للاسباب، شنو اللي خلى المراهقين بالعنف هذاك؟ كل مره تسمع غريبه. اسكو هو دور الولي والا دور المنظومه التربويه والا دور التلفزه ولا دور شكون؟ كي نجيو نشوفوا نلقاه هو كل واحد عنده رول، اما اكثر رول ممكن يتاثر به الصغير هي المسلسلات وك الدراما، سورتو اذا كان الابطال فك المسلسل يجي ولا في الفيلم تلقاه ابطال صغيرات مؤثرين، معناها تلقاه كل الطفل حليلته، الطفله كيف كيف مؤثره،
اللي يبدا يتفرج فيها كالمراقب يبدا يتفرج يبدا ماذا بيه يكون هو في بلاصتهم، حتى لو كان في الاخر راهو تعطيني انت الكونكليزيون كل بار اكزومبل الصغير هذاك توفى والا دخل حبس ولا اللي هو، اما اعطيني من الاول التاثير نتاع الصغير. نعم. يراك اللبسه ويراك المكياج ولا الهيلمات. اي ويراك البلالت اللي تدلدل من الانوف ومن ما انزل الله بها من سلطان، زاد هذيك ماهيش نتاعنا وما عندنا حتى علاقه بها، واذا كان ثم تونس اخرى احنا ما نعرفوهاش، الشعب الكريم البسيط توا كنا مع خميس بوبتان اللي يتفرج في اي يعني نقطه من تراب الجمهوريه، واحنا بفضل التلفزه ونزيد نعاودها بفضل التلفزه درنا الجمهوريه شبر شبر، ونعرفوا الناس ونعرفوا العادات ونعرفوا التقاليد ونعرفوا اللمه العائليه، معناها الحقيقه اذا كان انت تاخذ لي نموذج شاذ لتثمنه وتجعله قدوه وتمرره لي ليلا نهارا في التلفزه او في احدى التلفزات او في احدى القنوات التي اموالها متأتية يعلم الجميع من اين، زاد معناها الحقيقه كما قلت لك اذا كانك في دوله تحترم نفسها وفيها نظم وضوابط، في الدول اللي اشد الدول تحرريه في العالم نقولوا خويا عدي لي ولكن حطه لي ال 11 نتاع الليل ولا نص الليل وحط لي الا 18، والولي التونسي والاب والام التوانسه كفيلين بانهم يمنعوا ابنائهم من مشاهده مثل هال بينضافين الهم هذايا. اكزاكتومون هي الظاهره هذه، علاش زادت توا ولات ظاهره ولات متفشيه برشا، علاش مش قبل؟ واحد كي يرجع يشوف قبل، نتذكر انا قبل كي نتفرجوا على مسلسلات وقت رمضان، نحكي محلاهم مسلسلات رمضان العائليه نتاعنا الناس الكل نجموا نقعدوا نتفرجوا فيها من غير ما نتفرجوا، وفيها الموعظه وفيها الضحكه وفيها البسمه وفيها التاريخ وفيها تونسنا الاصيله، تونسنا اللي الشاذ يحفظ فيها ولا يقاس عليه. يا اخي احنا توا عندنا باهي حالات نتاع تلامذه ونتاع وليدات عملوا عمال خليني نقول ومعناها انحرفوا وغيرهم، قداش يمثلوا نسبتهم؟ احنا على الزملين و500 الف تلميذ، اذا كان ما لنا نسبتهم تمثل حتى 1% ما لا راهو عندنا 25 الف تلميذ في الحبس. مش صحيح الكلام هذا، مش صحيح كلامك صحيح. ما المشكله اللي المنظومه الاخلاقيه قاعده تضرب، شكون قاعد يضرب فيها وشنو هي غايته يا مريم؟ وتحسها تقولش عليها معناها بفعل فاعل، تقولش عليها معناها ربما الفاعل هذا هو منحرف وهو معناها يعني مجرم وهو سارق، يحب الناس الكل تنحرف وتستجرم وتولي سراق كيفه، ربما ما يساعدوش انه فما شرفاء في المجتمع. صحيح، سي غراف اذا كان تجي تحط لي انت وقت الوقت الوحيد اللي تلموا فيه العائله الصغار والكبار والكل هو وقت رمضان على الطاوله، سينو سي الايام الناس ما تقعدش، راهو معناها كل واحد وقتاش يدخل وقتاش يخرج، تجي انت جوست بعد شقال الفطر، فك اللمه هذيك خرج لي في مسلسلات معناها كلها عنف، انت شنو تتوقع؟ كلها عنف وبكلها انحراف وبكلها شذوذ وبكلها صحيح معناها كما قلنا اذا كان نعاودها بربي نعاودها، احنا عندنا زوز ملايين و500 الف تلميذ هكا ولا باهي، الواحد في المية هو 25000 اكزاكتلي، اذا كان 1% فقط من هؤلاء اللي النماذج نعرضوا فيها هذه منحرفين، معناها لو عندنا 25000 تلميذ في السجن مش صحيح، هذوما ما يمثلوش حتى 1% في 100000، معناها ما كما قلت انت نخرجوهم في صوره اللي تدغدغ عواطف في المراهقين ولبسوهم ملابس كذا ونعملوا لهم مكياج كذا، حتى لو كان قلت افضل امر الى انه هالمنحرف هذاك باش يتجن ولا باش يقتل ولا كذا، لكن يبقى في المخيله نتاع الطفل والمراهق انه نموذج انه قدوه، وهذا ما يسمى بالفرنسيه سيفولو، فما اراده انه تشيع هالكوارث هذه في مجتمعنا. بالضبط، هي ثم إرادة نتاع كما قلت لك نتاع ضربين المنظومة الأخلاقية، واللي هي سي غراف إذا كان احنا كمجتمع ما ننسيوش لي احنا بالأخير مجتمع، معناها عنا عاداتنا وعنا تقاليدنا، كنا حتى قبل كي نتفرج من شيخ والناس كنا قاعدين نتفرج، توا باش تقعد ويبدا الصغير ماذا به يتفرج، حتى كان ما خليتوش يتفرج نهارتها يسمع من عند صاحبه ولا من عند صاحبته برا تفرج في البارح، وسائل التواصل الاجتماعي هذه والفيديوهات اللي كل شيء مسيب ولا الهواتف الجواله لا رقيب بالضبط. ولا حسيب حتى كيف والحابل بالنابل بالضبط، حتى كيف تخبي عليه تقول له ما تتفرجش، وسائل التواصل الاجتماعي ولا شيء مسيب، دونك هنا ثم نوع من قله المراقبه من عند الاولياء وبالطبيعه
التلفزه اللي ولات تعدينا في حاجات اللي الحقيقه ما تمثلش لا مجتمعنا ولا تمثل عاداتنا ولا تمثل اخلاقنا ولا تمثل ديننا. مثالش نعاودها مريم، في الدول المتقدمه الراقيه التي تحترم نفسها وعندها هيئات تعديليه اعلاميه، عدي اللي تحب لكن عديه في وقت معين، كما قلنا الا 12 9 تعليل، الا 14 10 تعليل، الا 16 11 تعليل، وبعد منتصف الليل الا 18. عدي تحب تعدي عدي، لكن حط لي هاك التحديد السن الادنى للمشاهده وحط لي الوقت حسب النظم العالميه، مش جايبينه من عندنا هذا. هذا اذا كان ثم هيئه تعديليه في تونس معناها خاصه بالاعلام، ظهر لي ما فماش. بالضبط، انا بدي كيف تفرجت معناها قاعد نتفرج بعد ساعات نقول يا اخي فماش رقابه؟ ما فماش. سي غراف. معناها عندنا شباب، يا اخي شباب هذوك هما راهو في الاخر باش ياخذوا المشعل باش يقودوا البلاد. راهو ماهوش معقول انكم معناها يضربوا المنظومه الاخلاقيه، راهو ماهوش معقول، راهو مش معقول اذا كان انا تولي بنتي ولا ولدي حتى كامل نخليهمش يتفرجوا، يسمعوا مع صاحباتهم يتفرجوا لي في الليسي وكل لبسه والبلاط والشيء. يتأثروا. اكزاكت، ولا مؤثرين. الهشاشه يتميز بالهشاشه الفكريه. صحيح. وهشاشه الوعي والهشاشه الثقافيه، مال ولا مراهق مهما يكون. صحيح، سيرتو معناها العمر هذاك كريتيك على الاخر. العمر نتاع المراهق راهو فيه برشا هشاشه، معناها قاعد يتعذب بتغييرات فيزيولوجيه ونفسيه، دونك عمره مازال معناها وقته هش. احنا كي نحاولوا نأطروه ونصبوا له برشا اخلاق وبرشا قيم، احنا ليه؟ العكس اللي قاعد يصير توا، قاعد نصبوا له فيه برشا عنف، برشا معناها ماناش راهو في المراهق التونسي الشاب اللي احنا نحبوا نبنيوا عليه، نحبوا نقدموا به، راهو في نموذج ما يمثلناش الحقيقه. نموذج ماهوش ما يشرفش معناها المواطن التونسي. نعم، هما الحقيقه بكلهم ما يشرفوش بقنواتهم بتلفزهم بمنجيهم بمسلسلاتهم بامورهم. نقولها على مسؤوليتي ونتحملها كامله قدام ربي وقدام عباده في هذا الشهر الفضيل. بالنسبه ممكن امكانيات تلافي هل الاشكاليات اللي يمكن او الكوارث مش اشكاليات اللي يمكن تحدثها مثل هل الانتاجات سامحني في الكلمه معناها التلفزيه هي في نهايه الامر، معناتها كيفاش يلزمنا نتعاطوا معاه نتعاملوا معاه كاولياء كاباء كامهات معناها مجتمع كاولياء. انا ديما نادي بالحوار. راهو اذا كان ما فماش حوار في وسط الفامي معناها حكايه فارغه. كومونيكي مع ولدك، احكي معاه ملي هو صغير، وديما نقول ايفيتي معناها ابعدوا على المشاكل قدام الصغيرات. هو انا هو ديما اللي تلقاه مراهق، ديما مراهق وعنده مشكله. الصغير اللي ديما تصير قدامه مشاكل يبدا ساكت وقتها ما يعمل حتى رياكسيون، هو الطفل الصغير كي يكبر تتجسد المشاكل اللي عنده من داخل في سلوكيات بعد البرا. بيان سور مع التلفزه مع تاثيرات نتاعك اللي احنا نسميهم المؤثرين اللي في الانستغرام وفي زيد عليها وفي الفيسبوك وفي الحكايات هذه. صحيح، لكن معناها دونك نخرجوا ما سماه الان دونو الكاتب والمفكر الكندي الكبير لا ميديوكراسي، نظام التفاهه هذا اللي حبوه يسود العالم واللي بدا يضرب في الاسس التربويه والاخلاقيه نتاع الدول اللي الحقيقه تمر بوضعيات وبازمات اجتماعيه وازمات على مستوى منظومه قيم كيما تونس. الدول اللي في صحه وعافيه ما تنجمش تعملها حتى شيء. التفه هذوما والنظام التفاهه هذايا لا ميديوكراسي هذه ما تضربهمش معناها، لانهم البناء متين والاسس الصحيحه وفيها ناس تخدم في هيئات تعديليه عندها ما تقول في روحها. لانه انا نتصور في اي دوله في العالم، اذا كان اي تلفزيون دوله في العالم تحترم نفسها ومصنفه ضمن الدول المتقدمه والراقيه، اي تلفزيون يعدي ماده ماهيش ملائمه لعمر معين في وقت معين، نعديه ماده عنف او ماده شذوذ او ماده انحراف، 8 متاع الليل مثلا وما نحطوش الا 12 ولا الا 14، التلفزيون اللي عداها ذهب في خبر كان. نتصور هكاك ونعرف من خلال اطلاعي على الامور هكا ولا كلامك صحيح. وي كلامك صحيح. انا هنا جوست نادي لي بارون طونك ما نجموش معناها نلقاو حل والا ناثروا على التلفزه باش ما عادش تعدي حاجات هكا اذا كان ما فماش معناها رقابه. نعم. على التلفزه دونك حكايه فارغه. صحيح، خاصه انه قبل الكلمه الشهيره للاعلامي الراحل الكبير عبد العزيز يقول بيناتنا فلسه، اذا كان ما عجبوش كلامي بدل. توا ما عادش بيناتنا فلسه، توا ولدك اذا كان ما يتفرجش في الدار غدوه في المعهد تجيه الفيديوهات وصحيح.
اصحابه يوريوه البورتابلوات ولي ريزو سوسيو، هذوما وسائل التواصل الاجتماعي وما نعرفش شنو نسميهم، ما نعرفش هو انستغرام، هذوكم هذوكم ما نحبش نذكرهم حتى مجرد الذكر، واللي هما وراهم الات جهنميه عالميه كبرى، معناها القليل يعرف اهدافها ويدرك غايتها للاسف الشديد. صحيح 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 كلامك صحيح. انا هنا ديما نادي للي بارون انهم يتبعوا صغيراتهم، يحكيوا معاهم، يحلوا معاهم بالحوار ملي هما صغار. راهو الصغير كي تاثروا تحكي معاه ديما وتصوحبوا، سورتو تقربوا ليك وتصوحبوا، سورتو احنا راهو توا لي بارون معناها ما عادش عندهم وقت، يخدموا من الصباح لليل للاسف، ويوفروا كان الماديات وهكا في بالو عمل حاجه باهيه، الوغ راهو ثم نفسيه نتاع مراهق ونفسيه نتاع ولدك اللي هذاك هو البروجي نتاعك نهار اخر. ان شاء الله ان شاء الله يكونوا بروجيات ناجحين، وربي يستر. بارك الله فيك مريم. شكرا. نجار على اثاره الموضوع الحارق هذا، لكن الردع مطلوب ايضا، ونكرر ونعاود مثال تحملوني، راهو في دول العالم الكل ثم هيئات تعديليه في المجال السمعي البصري اللي تحدد الامور وتضبط الاشياء، ما تخليش هالشيء هذا معناها يصير. مشكوره جدا مدربه التنميه البشريه. ما زلنا مواصلين مع الاستضافات ومع الفقرات والاركان القاره بعد هالنغم. رجعت لكم باش نكملوا مع بعضنا لي غوسيت نتاعنا. لهنا الليبانيز جوست حطينا لها الكوش الثانيه، دخلتها للفور، نتفقد فيها، مازالت طريه شويه هاكا نتفقدوها، نحسوها مازالت طريه، نرجعوها للفور نتاعنا. باهي توا باش نكملوا مع بعضنا الكنافه. دونك الكنافه لهنا كونتيتي صغيره نقليوها في الزبده حتى لين تولي كيما هكا كيما قاعدين نشوفوا فيها هكا. ولهنا هذوما الكيسان نتاعنا، حطيت من الاول طبقه نتاع كنافه، باش نحطوا توا طبقه من الكريم اللي طيبناها. ومن بعد باش نحطوا شويه من الفاكهه، اي نوع فاكهه تحبوا عليه. ونحطوا شويه من الكنافة في الوسط، ونعودوا طبقة من الكريم، وآخر حاجة باش نرشوا عليها شوية بيستاش. دونك هذيا كي الكنافه اون فيرين، نجمو نحطو اكثر طبقات، انا نخير كي باش تكون اخف، نجمو نزينوها بشوش ورد، بالبيستاش، باي نوع نتاع فرويسيك انتم تحبوا عليه. وكما قلت لكم تنجمو تستغنيو على الفرويسيك، تزينوها بالشوش نتاع الورد، يبدا زاده يعطي منظر مزيان. انا توا باش نكمل كيما وريتكم على المنوال هذيا، الكيسين اللي مازالوا عندي، الليبانيز نرجعوها للفور، واكيد من بعد تشوفوا معنا الشكل النهائي نتاع اطباقنا. وتوا نخليكم مع الزيت. يعطيك صحة صابرين، واحنا زدا باش نطلعوا هكاك لا محاله ذو خلاء، وربي ان شاء الله يتقبل صيامنا وصلاتنا وقيامنا، ولكن الاكيد انه الطعم باش يكون لذيذ كيما رينا الجمال نتاع الشكل نتاع هاك الكوب، كان صحة العباره نتاع السحور والحلو السهره اللي قاعده تحضرنا فيه. معنا في فقرتنا الاسبوعيه القاره الخاصة بالفلاحة سي فوزي زياني الخبير في السياسات الزراعية، مرحبا بك سي فوزي. شكرا، أهلا وسهلا، وتحية لكل مشاهدين القناة الوطنية. تحيتنا لك ولكل العاملين في القطاع الفلاحي أينما كانوا وعلى مختلف المستويات وفي شتى الاختصاصات. كنا العديد من المرات وأنت بالذات مشكور سي فوزي شددت على مسألة الماء والمياه، ويبدو أنه فما استجابة وإن كانت غير مباشرة لبرشة يعني تطلعات وبرشة اقتراحات وبرشة معناها أفكار وردت على لسانك وعلى لسان العديد من المختصين، وقع أخذ قرارات.
مؤخرا فيما يخص المسألة متاع يعني بداية هكاك الأزمة المائية في تونس، وإن ما كانش بداية عندها سنين هكا ولا سي فوزي؟ عندها سنوات، يعطيك الصحة. ذكرت اللي أنا صنفت القضية الماء في تونس هي الأولى منذ سنوات. نعم. لما يسألوني الإعلام قول دائما القضية الأولى المركزية أي. ويلزمنا نكونوا سباقين هي الماء. نعم. لأن الماء يساوي الحياة أكيد، سواء للفرد يعني وبطبيعة الحال لما ننتقل للقطاع الفلاحي الماء. نعم. ما يوفر لنا التغذية بكل بساطة، وبالتالي يلزمنا نوليوها الأهمية الكبيرة. يكفي اللي قاعدين نشوفه الآن في العالم، وحتى أشكال من الحروب الغير معلنة. نعم. في الشرق الأوسط إلى غير ذلك على الماء، وبالتالي نحس اللي احنا في السنوات الأخيرة ما خذيناش العبرة. صحيح. والقرارات الأخيرة هي صحيح لازمة. نعم. لكن حقها ممكن جيت قبل أي. وكنا حذرنا رؤية جماعية للتصور نتاع القرارات هذه، وكذلك تشاركية. تشاركية معنا. طبعا. نعم. علاش؟ لأنه سلطة الإشراف والمختصين والخبراء وأهل الميدان والاتحادات والهياكل المهنية اللي تمثلهم ودافع عليهم هكا ولا سي فوزي؟ وقد ما نكونوا شفافين في الحكومة. نعم. وقلناها الأسبوع الفارط، قد ما التقبل نتاع القرارات. نعم. يكون ألطف وأقل حدة، وقد ما نكونوا تشاركيين يعني نقولوا احنا هذا القرار خذاوه اهل العلم اهل المهنه سلطه الاشراف بالاشتراك بالتشاور، قد ما الحده نتاعو في المقبوليه تكون معناها اقل، معناها بلوتو احسن يعني، والمواطن يقول فما ناس قاعده متشاركه في فكره اللي هي صعيبه اخذ القرار. نعم. وثم الشفافيه كما قلت لك راهي بايه حتى للحكومه، لانها تولي تعدي قرارات، لكن مش قرارات جايه من طرف شخص مش واحد، مش فوقيه ايضا، مش فوقيه. نعم. قرارات قالوها اهل العلم، قالوها اهل المهنه، قالوها المجتمع المدني، شاركوا فيها سلطه الاشراف. نعم. بطبيعه الحال. وانت ذكرت يعني عديد المشاريع والافكار والرؤى اللي الحقيقة معناها كانت تنجم تكون يعني حتى إضافة، مش لازم تكون هي الأساسية والمركزية، لكن كانت تمثل إضافة على مستوى يعني التصرف في هالأزمة المائية. هات ناخذ أهم ما ورد في القرارات هذه ورأيك فيها، باش ما نقولش نقدك لأنك نعرف تميل للنقد أكثر سي فوزي. هو شوف كل يلزم يدلي بدلوه. أكيد. ما فيش هذا، تونس تتسع للجميع. نعم. ويلزمنا نسمع بعضنا وراه. وشوف الاختلاف هو جوهر العملية نقول الديمقراطية. أكيد. لأنه أنا أنت مش تنفعني لما تعطيني رأي مخالف لكن مبني على سند صحيح، أنا رابح، الناس رابحين، والناس راهو قابلين باش يسمعوا النقد ويسمعوا القرارات اللي يعتبروها صعيبة. نعم. لكن كي تفهمهم، كي تقول لهم وصلنا نعملوا القرار هذا على خاطر نحن مجبرون، لكن تقولها لهم بطريقة فما بيداغوجيا. صحيح. لكن ما نجيوش هكاكا نرميو. شوف القرارات لازمة أكيد، يعني أنه منع الري على فلاحين لغراسات معينة ولأشجار مثمر كذا، ما عندكش ماء، ما فيش نقاط. خلينا نفهم السادة المشاهدين، وخاصة خاصة أهل القطاع اللي ربما تذمروا منها معناه. هما يعرفوا لكن أنت كي ما ترافقوش وكي ما توفرلوش البدائل. أي. عنده عائلة تقنيها فرد لحظة معناه، لأنه عنده عائلة وعنده موارد رزق وعنده عائلات معاه، عنده عائلات معاه وعائلته. نعم. الأولى هي عنده صغار من المكتب، يحب ياخذ لهم الكتب، يحب ياخذ لهم باراسكولار، يحب يقريهم ليتيود، وما أدراك ما ليتيود. هاتوا نرجعوا له ليتيود هذه في فترة لو كان زادت لهينا به شوية. ما فيها باس. نعم. في تونس ليتيود خطر أثقل العائلات التونسية. أكيد. وسامحني خليني نقول دمرها أحيانا. صحيح. لأنه ما عندوش ويلزم يقري. يا أخي احنا كي قرينا من غير ما قرينا حتى نهار ليتيود عمرنا لا قرينا ساعة باليتيود معناها كي الحرب. يا اخي شنو هنا الحمد لله قرينا ولاباس ونجحنا وهنا تو قاعدين في البلاصه هذه وامورنا واضحه. عمرنا سمعنا باللي تجي. والله غريب والله. دونك انت هذا الشخص هذا اللي تقول له غدوه ما تسقيش، والا تجي في شطر العمليه الفلاحيه وتقول له حبس يعني مش يموت. اي هذا باش يعيش عائلته؟ هذا تونسي يحمل رقم التعريف يساهم مع المجموعه الوطنيه؟ صار وقت اللي كان يجيب لنا في المنتوجات في المنتوجات في العمله الصعبه ويعاني. نعم. ما تسالش. اما تو لوحوه هذاك، قلنا المرة الفايتة بالتوازي نعملوا الإصلاحات ونمنع حتى زراعات معينة ونرجعوا لها، ولكن نوفر بدائل نرافقوه والبدائل ونقولوا له اغرس. وكان كان مدة 4-5 سنوات وبدينا في عملية الانتقال الفلاحي هذايا. نعم.
اللي مثلا نقولوا واحد عنده 5 هكتارات. بالله سامحني سي فوزي، مهمه جدا عمليه الانتقال فلاح، لانه الناس كل ولا تعرف اناهي الفلاحه اللي تاكل برشا ماء معناها دون تقريبا مردوديه وجدوى كافيه، وناهي الفلاحه اللي ما تاكلش ماء ولكن فيها مردوديه وجدوى كافيه. باش نسالك سؤال مباشر، بدينا في الانتقال الفلاحي ولا لا؟ نحكيو على الانتقال الطاقي ونحكيو على برشا انواع من انواع الانتقال، بدينا ولا لا؟ الاجابه لا. لا للاسف. ومن يقول ذلك يجي للتلفزه الوطنيه ويورينا. احنا منعنا، لكن اش حابين احنا تو؟ هو تو خاطر احنا المواسم كيف نستعد للمواسم؟ نعم. راهو الموسم القادم بعد 5 و6 شهور نستعدوا له الان. اكيد. يعني تو يلزم القرارات تخرج. وانا سالتك على الموسم تاع الزراعات الكبرى سنة، قلت لي مشي على روحه، ان شاء الله العام الجاي نتلافاو الوضع ونداركوا الامر. من شهر افريل نبداو نستعدوا للموسم القادم. من تو. يعني مثلا نقولوا احنا ما عندناش برشا وممكن الجفاف يستمر مثلا، فكره. نعم. من الافكار. أي. سنخصص 100,000 هكتار من المناطق السقويه اللي هي تنتج 5 أضعاف المناطق الحبوب البعلي. المطريه. أي. أي. وقتها نجموا عندنا على الاقل 7 مليون والا معناها 6 مليون قنطار، هذوكم مضمونين. أيوة. السنه ان شاء الله نخلطوا حتى الشطر الرقم اللي قلته. نرجعوا للعمليه هذه، نرجعوا للقرارات. القرارات وما لها وما عليه. القرار الاول هو منع، قلنا القرار ما تجمش ما تمنعش تو. ما عندكش ماء، لانه التوانسه نستهلكوا حوالي ممكن ضاري في السنه 700 مليون متر مكعب. من احنا هذاك اللي عندنا في السدود. نعم. مش تسقي باه. عم ناول عندنا 1,200,000,000 في 2015، عندنا 1,800,000,000 ما كانش مطروح، اللي هو سنه مرجعيه، لكن مطروح في اذهاننا. نعم. انه تونس مناخها جاف وشبه جاف منذ عهد الروبان. صحيح يا ناس، راهو هذا هو المناخ. كيفاش كانوا يعني ياسين بربي كي كنا مطموره روما وكانت البلاد هذه تزود في الامبراطوريه الرومانيه بالخيرات السبعه، كيفاش كانوا عاملين؟ كانوا اول حاجه بالامكانيات نتاع وقتها، ما قبل التاريخ، معناها الامبراطوريه الرومانيه سقوط قرطاج في القرن الثاني قبل الميلاد. أنت روتر مثلا وقت اللي تجيك وزارة الفلاحة تقول لك أنا عندي 32% من المياه الكل سواء. نعم. للري وللشرب تضيع، وهو النورم فو با دي باسي 6%، هي 32 إلا 6 قداش هذوما؟ 26 26 تعرفش معناها تقريبا المياه المستعملة، المياه الموجودة في السدود يلزمك تصلح كل عام. نقعدوا 15 سنة ما نصلحوش، نبنيو السد سيانة. نبنيو السد ما نعملوش بحيرة جبلية. هي شنو هي مشكلتك؟ كيفاش تجم المياه نتاع الأمطار تلم لو ماكسيموم هكا هو ما فيهاش عبر السدود، انشاء السدود والبحيرات الجبليه. او قال لك يطلب برشا تمويلات هذي واحنا ما عندناش. نموتوا شو التمويلات؟ شو الحل؟ حولوا التمويلات من اشياء ما عندنا حتى علاقه بها، واول حاجه نبدا وزاره رتبوا الاولويات. عندنا ميزانيه معينه في عودله ماشيه مليارات الحاجات كما قلت لا علاقه لها حتى بالوضع. في وزاره الفلاحه سيدي الكريم، في وزاره الفلاحه ثم عدم توازن، ثم اكثر مبلغ مخصص في وزاره الفلاحه هو للماء، لكن شو عملنا به في ال 15 سنه الاخيره؟ نعم. هات نشوفوا شو عملتوا قبل ونشوفوا هل هذا كان ناجح؟ الاجابه لا. القرار الاول هو المنع، ولكن قلت انت مع المنع لكن مع المرافقه وايجاد البدائل. حابين نكونوا هيك. نعم. البدائل تكون موجوده في نفس الورقه. أي في نفس الورقه اللي عليها القرارات. نعطيك مثال بسيط بس الساده المشاهدين. ايوه انا اخويا سي زياد عنده 5 هكتارات يعمل في الفريز مثلا. الفريز قالوا لي خلينا نقولوا الحاجه اللي التوانسه الكل تعرفها، ولا الدلع باش ما يتغشوش جماعه الفريز. أي. ولا البطيخ. ولا البطيخ. فهمتني؟ ولا البرتقال زاد حتى هو يدلع. صحيح. انت يا سيدي مش تغرس تخدم في الفريز هذا. أيوة. يا اخويا العام الجاي نبداو بمرحله نعملوا، نحكي لك كان مده 4-5 سنوات تو صعيبه شويه، اعمل 4 هكتارات، الهكتار الاخر نشوفوا لك نوع من الزراعات اللي ما ياكلش ما ياخذش برشا ماء. نعم. وفما الزراعات زاد اللي تقاوم الجفاف. أيوة. ما تاخذش الماء وتقاوم الامراض ديجا، معناها فيها برشا مزايا، مش كان الماء برك راهو مشكلتنا. نعم. احنا عندنا برشا اشياء. صحيح. لانك انت كي تغرس وتداوي ومن بعد انا ناكل هذاك الدواء في 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 في, في البرشا برشا حاجات يستهلكوها التوانسه يلزمنا نقولوا لهم نصحوه. راكم تاكلوا في الدويات. صحيح. تاكلوا في الدويات. انا للأسف أنا سامحني شديد. للأسف انا كنت شديد. نحكي في اللوف مع شكون في التلفزه الوطنيه؟ لا لا في التلفزه الوطنيه نحكي وكان بكامل وضوح وصراحه تجري في الدواء. وعلاش علاش التلفزه الوطنيه برامجها الكل معناها الحواريه وغيرها مباشره باش تكون الامور واضحه؟ بالطبيعه يلزمنا نفيقوا على رواحنا ونوعيوا التوانسه ما نشريوش المرض بفلوسنا يا ناس، ونمشيو نتجهوا لزراعات اخرى ما تاكلش برشا ماء وما تستهلكش دويات. يمكن هذا يكون محور لقانا معاك ان شاء الله في فقرتنا القاره الاسبوع المقبل، هي انواع المنتوجات الفلاحيه اللي الحقيقه نسبه المعالجه الكيميائيه نتاعها ولا الدويات بعباره من الدوله معناها تفوت الحد الادنى او الاقصى عفوا المطلوب. قلنا دونك احنا نرافقوه هذا. يقولوا اخويا ابدا انتقل كل سنه نقص حتى لين تولي تعمل نوع من الزراعات، والا كذلك قرار الحاسم
الهام جدا اللي لازم يتخذوه سياسيين الان لابد من منع بعض الزراعات مباشره وتعويضها بزراعات استراتيجيه. منعها فورا معناه ما تجمش، لانه فما اماكن تملحت وتعبت وولينا نخسروا برشا فلوس. لم يقع اتخاذ هذا القرار، ما فماش قرار. انت وقت تجي للشخص هذايا اللي هو عنده 5 هكتارات يغرس في الحاجه الفلانيه وتقول له يا اخويا اعملهم لي حبوب، وين نساندك؟ وراني نساندك مش نخسروا، خلينا نوضحوا كيفاش مش نخسروا. احنا الان نجيبوا في طرنات جبدناها الاسبوع الفات في 100 كيلو شعير نصرفوا عليه 150 دينار حوالي من الخارج، نجيبوه لهنا وندعموه للفلاح، بينما ناخذوه من توانسه ما يفوتش 100 دينار، هل هذا معقول؟ وكي تعطيها انت لهذاك المزارع وتقول له انا مش نقبل عليك ب 150 دينار، يولي يجم يعوض لك الفريز ويعوض لك البطيخ، اما وقت اللي هو يخدم وما يصورش بطبيعة الحال ما يمشيش معاك. نعم. يعني هذا هو التحول. واضح. بالارشاد، شوف انا نعاود نقول القاعده هي بيداغوجيا، كي تفهم الشخص يمشي معاك، راهو تونسي ويهمه مصلحه بلاده ويحب صغيراته ياكلوا حاجه نظيفه ويحب يساهم انه ينتج منتوج سان. نعم، باش نختموا سي فوزي، معناتها في المجمل القرارات هذه معناها وان كانت متاخره ولكن تتوفر على شيء من النجاعة والفايدة وال... يلزمها ترافقها مجموعة ونرسم استراتيجية. أي. وقلنا لابد من بعث لجنة، علاش لجنة اليقظة هذه مش تكون هي اللي لجنة فيها اليقظة المائية، لجنة اليقظة هذه اللي هي يكون فيها البحث العلمي اللي عندنا أهم عباد حتى. نعم. خرجوا من الخدمة نستحقوهم. صحيح. اللي عندك المهنة وعندك سلطة الإشراف وعندك المجتمع المدني، فما بعض من المجتمع المدني هام جدا. نعم. هذو الأربعه يقعدوا على طاولة ويقروا قرار على غرار منظمة الدفاع عن المستهلك ومنظمة إرشاد المستهلك مثلا. بالطبيعة بالطبيعة. نعم. هذا هما. نعم. وقت اللي يقعدوا على الطاولة ما دام يطالبوا بالمقاطعة، شنو معناها نتاع بعض المواد وأنا معاها؟ دونك سافيدير يجم يكونوا معنا في المشروع هذا. صحيح. هذا وقت اللي نقروه مع بعضنا للتوانسة الكل تقبلوا يكون أحسن، ياخذوا القرارات ثم هي تكون لأخذ القرارات والمتابعة للتنفيذ، ونوقفوا مع راس المال البشري التونسي الفلاح نرافقه نرشدوه راهو يتقبل ومستعد، وهذا مضمون. اكفي تعمل اي حوار مع شخص يقول لك وريني نحب نضمن ماكلة صغيراتي. نعم. في احسن الظروف وحنا يقول لك اوكي. نعم، واحنا للاسف انا نعرف انه في كل معتمديه فما خليط ارشاد فلاحي، وعلى المستوى المحلي اقل منها سيارة سيلول دو غيونمون اغريكول خليط اشعاع فلاحي نحاو الإشعاع تنحاو والخلايا ليش نحاو خلايا الإرشاد سيدي الكريم. تخيل في أرياف تونس أي. عندهم السيارات معناها خليت إرشاد فلاحي ما غير عنده السيارة عنده أورديناتور ونزه الكثير البعض الآخر يلعب في هذيك مهمة خليت الإرشاد الفلاحي ما عطاوهش الآليات مهندس. نعم. قد الدنيا كما يقولوا المصريين. نعم. ما تعطيهش الآليات باش يخدم، تعطيه كرهبة مش رباعية الدعف دفع مش يخرج الأرياف تونس اللي كلها ما نحفر واحد كيف مش يخدم. أو قال لك من نقصوا شوية من السيارات الإدارية هما العباد للأسف الشديد ما يفرقوش بين السيارات الوظيفية وسيارات المصلحة الضرورية للعمل في قطاع مهم وحيوي وحساس واستراتيجي كما الفلاحة مثلا. بطبيعة الحال احنا شوف الأمور العالم الكل حللنا معناها نافذه مهوله وكبيره اللي هي الحرب الاوكرانيه. نعم. نتندروا بها لكن المغزى ديما ما نمشيوش. وعندك جيل كوفيد اي شنو هو المغزى اللي خرجنا منه؟ شنو الدروس؟ شنو العبره؟ صحيح. شنو العبره اللي خرجنا بها؟ نعملوا على رواحنا. واضح. وبالموارد الذاتيه ونختم بالكلمه نتاع الامل راهو ممكن. ممكن، كل شيء ممكن وفي تونس نعم ليس هناك شيء غير ممكن بسواعد وعقول وافكار وتطلعات وامال كما قلت سي فوزي ابنائها بقدره الله القادم افضل وغدوه خير. شكرا لك سي فوزي الزياني الخبير في السياسات الزراعيه، كانت هذه الفقره الاسبوعيه القاره الخاصه بالفلاح وحكينا اليوم على القرارات المتخذه فيما يخص الازمه المائيه. ما زلنا مع الاستضافات مع ربط مع زميلتنا حنان القاسمي باش تكون حاضره في حي الزهور. لك الخط حنان. عسلامة، أهلا وسهلا ومرحبا بكل من اختار القناة الوطنية الأولى في تونس في رمضان. وكالعادة تتواصل المواكبات الخارجية في متابعة للأسواق والأسعار. احنا اليوم فريق البرنامج تحول إلى سوق حي الزهور باش نقوموا بجولة ونتفقدوا الأسعار اليوم 20 رمضان باش نشوفوا شنو أحوال الأسعار. والبداية ستكون على بركة الله مع اللوبيا الخضراء. اليوم سعر اللوبيا الخضراء في حي الزهور 9800، الجناوية 100 جرام ب 7000،
البصل ب 1400، القرع قديش القرع؟ القرع الاخضر ب 2400 والقرع الاحمر 2400، وكترا ولا على يمين القرع الاحمر وعلى يسارنا القرع الاخضر نفس السوم. القارس 6800 الكيلو. الفلفل الاحمر 6000 الكيلو اليوم في سوق حي الزهور، او كنعرفوا احنا السلطه مشويه اذا كان نحبوها شويه محرحره وبنينه نجموا مع الفلفل الاخضر نخلطوها شويه بالاحمر تجينا بنينه وتعطي حتى اللون كانه في الصيف هكا ولا ليه مدام تأيد لي كلامي؟ ماما خايف تصلي علينا بعلينا المرشي الناس كل تاكل وخايين ان شاء الله ربي يرفق بينا وربي يوصل بالسلم هكا ونقول ان شاء الله ربي يعاونك. نواصلوا مع الاسعار اليوم. الفول في سوق حي الزهور 1400 الكيلو. البيدنجيل هاو قاعدين نراو فيه ب 3000 الكيلو. الخيار ايضا ب 4000. الفول ب 1400. مواصلين مع الاسعار نمشيو هاوك قاعدين نتراول البصل ب 1400 زاده. هذه جولتنا احنا خذيتوا فكره تقريبا اول ربطه ب 500 توا كان ب 1400 توا في سوق توا ولا الان هاو في المباشر معانا ولا البصل ب 500. هاي هاي باش يعطيك زوز قدامنا الربطه ب 500 بدينا ايوه كان ب 1400 وقال توا في المباشر ب 500. هاي نواصلوا احنا جولتنا مع الاسعار في سوق حي الزهور اليوم. باش نمشيو احنا مع راس الكرنب بدينار هكا ولا هو راس الكرنب بدينار. السبناخ قداش السبناخ؟ 2000 2000 الكيلو. اللي قاعدين نصوروا احنا في الخضار هذه هي الاجواء المباشره اللي مش باش يصورك مدام احنا قاعدين نعملوا في جوله في الاسعار الصوره الحيه الصوره المباشره اجواء رمضان في تونس في رمضان. كما قلنا احنا السبناخ على 2400 2000 فقط سامحوني السبناخ على 2000. الكرنب هاو كما قاعدين تشوفوا فيه الكيلو بدينار. الفول ب 1200 الراس بدينار اي راس الراس بدينار بطبيعة هذيك شنو قلت. القرع الاحمر 2400 الفول ب 1200 الكرنب الراس بدينار القرع الاخضر ب 2400 البصل اللي كنا ريناه منذ قليل 1400 وبعد ب 500 هاو نشوفوا فيه ب 1200 البطاطا بدينار اسف النيريا ب 800 اليوم في سوق حي الزهور الثلاثاء. مواصلين مع الاسعار باش نمشيو للبطاطا. قداش كيلو البطاطا اليوم؟ قداش البطاطا؟ 2000 الكيلو. 2000 الكيلو. والفلفل؟ 2800 الكيلو. 3000 الكيلو قال 3000. 3800. هذه هي اجواء المباشر. باهي الكيلو فلفل قداش انت لقيته مدام؟ 4800. 4800. ايه مش عارفين. ايه اللي يحظوا بالحق ما فماش ديما تسعيره هذه خاصه اللي حضناه في برشا اسواق وفي شهر رمضان اللي نشوفوا الاسعار تتغير وللاسف وللاسعار ما فماش تسعيره. به قديش الطماطم؟ قديش قال لك الطماطم؟ باش تكتشفوا معنا قديش؟ 2800 هكا قال ب 2800 هاكم كيما تشوفوا ما فماش تسعيره. مواصلين هذه الجوله مع الاسعار وهذه هي الاجواء المباشره مع التوانسه مع المواطنين اللي يتشكيوا ويقولوا فما برشا غالي واللي يقولوا الاسعار ما هيش هي نفسها الحقيقيه. احنا من خلال زاده جولتنا اللي نقوموا بها قبل ما يبدا البرنامج نحكيوا معاهم ونقولوا لهم علاش ما فماش الاسعار يعني كل شخص يعطيوه التسعيره حسب هما بالطبيعه وهذه يتشكيوا منها برشا المواطنين في مختلف الاسواق وخاصه في شهر رمضان. مواصلين احنا مع جولتنا في الاسعار وهو برشا جو لنا برشا شربه برشا دراع برشا بسيسه الزيتون ما شاء الله عسلامه مدام او الحلالم هاو العدس يعني شنو توا هذا كل شيء ديري ولا كيفاش؟ لا ديري كل شيء. كيفاش قلت لي ديري كل شيء؟ ديري كل شيء. وبه توا احنا الاقبال نعرفوا احنا التوانسه قبل ما يبدا رمضان في تكون فما برشا قضيه. لما توا خف شوي قال شويه خف شوي الميزانيه نتاع التوانسه تعبه برشا.
تعبت شوي. هيا احنا في المباشر ناخذوا هكا نحبوا احنا نودوهم يعيشك يفضلك نودوهم وما نشاهيوهمش هاو كيما قاعدين تراو الزيتون المسوس هكا ولا ليه؟ هذا بيه يصلح للناس اللي عندهم شوي ضغط الدم طونسيون. اي بيه الزيتون المسوس بدينار الزيتون المنقوب اي فوالا ب 1200 بي لاي بالخل هاكا ب 1200 زاده والزيتون اللي قدامنا هذايا هذيك السلعة مصر يعني. باهي وعندنا الزيتون زيد هذايا المكس باهي والزيتون الديري هاي باهي والزيتون عندنا المسكي ب 800 باهي الجلجلان المقلي اللي توا باش نعرفوا باش يولي عليه شويه اقبال هكا مع الحلو والكل 1600 والبسيسه ب 800 بسيسه ديري اي زوز معناتها راهو في اللون الفاتح اكزاكت بالضبط القمح والشعير ونفس السوم اي 8000 شويه ناخذوا فكره على النواصر الديري ها هي زاده ب 4400 اللوبيا ب 7000 الشربه الفريك ب 14000 الكيلو الشربه الشعير ب 500 100 جرام بالطبيعه كيفاش؟ 1400 كيفاش قلت لي؟ فما المرمز مخذور 1400 ل 100 جرام معناها 14000 كيلو وعندنا الحليله من الدياري هيك مقصوصه 7000 الكيلو والرشته العربي ب 4400 فما شويه زيده هو انواع اخرين نتاع الزيتون شويه الفلفل المسير اللي شيء يعطي شويه شيء هكا شاهي للماكله فوالا هاو نشوفوا احنا الزيتون الزيتون البلدي ب 600 الزيتون ما شاء الله مختلف الانواع هاو لكحه للكل ب 600 عندنا الفلفل المسكي ب 1200 ب 1200 الكل والفلفل زيد الاحمر برا العبي فما سلطه المشويه تو سلطه المشويه هذيك ديري والا ليه؟ ديري واضح بي ها فما الفيريوند وفما الكبار اللي نستعملوه برشا اكثر اي 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 الهريسه العربي زيد ب 1400 ل 100 جرام وهاك الكبار والخيرات الكل موجوده تقريبا هذه فكره او جوله قمنا بها شكرا لكم هذه فكره ان شاء الله ان شاء الله نعاودوا هذه توا في المباشر اليوم توا على القناه الوطنيه الوطنيه الاولى في تونس في رمضان هذه هي الاجواء المباشره كانت معكم صور حيه مباشره من سوق حي الزهور اكيد احنا باش نواصلوا جولتنا في حلقاتنا القادمه في مختلف الاسواق دائما في متابعه للاسعار من خلال برنامج تونس في رمضان شكرا على المتابعه انا بقالي كيمش نقول لكم كان شيء طيبة لكم الناس الكل وانتم اقعدوا في المتابعة لبقية فقرات تونس في رمضان شكرا لك حنان شاهي طيبة لك وللزملاء اللي تنقلوا معاك إلى سوق حي الزهور في النقل في الإذاعة في التصوير وفي الصوت وفي الإنتاج أيضا مشكورين جميعا نقدم الفرصة باش نحيي زملائي الكل الموجودين معنا خلف الكاميرا يعطيهم الصحة وبارك الله فيهم وجزيل الشكر والامتنان لهم على المجهودات اللي يبذوا فيها بشكل يومي في المباشر مواصلين في الاستضافات ومعنا في الحقيقة صديقة البرنامج مش أول مرة تحضر معنا السيدة سارة سنوسي رئيسة مصلحة فضاء الكون بمدينة العلوم مرحبا بك سيدة سارة عايشك مرحبا بك أنت ومرحبا بالمشاهدين الكرام الموضوع هو متعلق بالحدث اللي إن شاء الله باش يهل هلاله علينا أو كي قلت هل هلاله أو يهل هلاله أعني ما أقول يعني تقريبا بعد 19 أيام إن شاء الله عيد الفطر المبارك إن شاء الله مبروك علينا جميعا وعليكم وعلى المسلمين أينما كانوا لكن فما هنا الجانب العلمي والجانب الفلكي عنده أيضا دور وعنده إضافة هكا ولا؟ اي احنا مدينه العلوم كل شهر تنشر الحسابات الفلكيه نعم. اللي هي تحدد بدايه كل شهر قمري ايوه الحسابات الفلكيه هي فيش الدخل الحسابات الفلكيه تعطينا معطيات علميه نعم. حول اقتران المركزي للقمر معناتها وقتاش تصير ولاده القمر معناتها وقت اللي توسط الارض والشمس هذيك ناخذوها معلومه ثم ناخذوا يوم التحري الهلال
وقت الغروب كيفاش يكون احداثيات القمر. احداثيات معناها احداثياته الفلكيه، معناتها ارتفاعه على الافق، بعده عن الشمس، هذوما الكل من شانهم او نعرفوا كيفاش القمر باش نروه نهارتها ولا ما نروهش. والعوامل الجويه تدخل في الموضوع ولا العوامل يعني الجويه معناتها كان تقلق شويه في التلسكوب، اما بالعين المجرده حتى بالعين المجرده تقلق، اما ما دام الجو صافي الحسابات الفلكيه حتى والحسابات الفلكيه هذه وقتاش تبدا سيده مره هذه الحسابات الفلكيه اللي هي يكون الاقتران المركزي للقمر مع نهار الخميس 20 افريل مع الخمسه نتاع الصباح، الخمسه و12 دقيقه بالضبط توقيت تونس. نهار الخميس صباحا الخمسه نتاع الصباح و12 دقيقه. نعم، امامنا مجموعه من الصور الحقيقه على الشاشه لجسم ما تتفضلين به، يعني نقولوا فلكيا وحسابيا وعلميا رؤية حاجة أخرى. ولادة القمر باش تكون على الساعة الخامسة صباحا و12 دقيقة من صباح يوم الخميس المقبل. اي الخميس 20 افريل. نعم. جرات العادة يوم التحري الهلال يكون نهار 29 رمضان. اي. احنا مرة هذه 29 رمضان باش يكون موافق لنوم الخميس 20 افريل. نعم. دونك نخرج وقت الغروب. وقتاش باش يكون غروب الشمس؟ باش يكون مع 6:59 دقيقة. من البلاد التونسيه. نعم. معناتها من تونس. أي. ثم القمر اللي باش نشاهدوه هو يعني بعد اذا كان فما ظهور الهلال بعد 13 ساعه من ولادته، معناها قلنا يعطيك الصحه خمسه وقداش الصباح؟ و12 دقيقه. خمسه و12 دقيقه واحنا نجموا نرصدوه الغروب، والغروب تقريبا 6:59 دقيقه هكا، معناتها 7 نتاع العشيه. نعم. دونك وقتها عمره ديجا 13 ساعه، لكن هو معناتها يغيب بعد الشمس ب 33 دقيقة. أي. معناتها باش يغيب السبعة ما يقعدش يظهر برشا و 32 كما باش يقعد نص ساعة فوق الأفق، باش يقعد 6 درجات الارتفاع نتاعو فوق الأفق، 6 درجات. أي. دونك هذه الوضعية هذه تخلينا صعيبة برشا باش نشاهدوه بالعين المجردة، ولكن الإمكانية باش نشاهدوه بالتلسكوب. على ذكر المشاهدة والتلسكوب والتجهيزات، أكيد أنه مدينة العلوم يعني فيها من التجهيزات، فيها تجهيزات لكن الموقع نتاعنا ما يخاولناش، ما يسمحلناش احنا نشاهدوا. يلزم الموقع دوره مهم زاد بالطبيعه، يجب تكون بلاصه ديجاجي، احنا بحذينا بنيات صحيح كيما في سيدي بلحسن عاليه شويه، دونك باش يكون الافق معناتها ظاهر وواضح. نعم. بالنسبه لي ايضا رصد الهلال اكيد انه فما يعني العديد من العوامل اللي تدخل حسابيا حتى من غير، مثلا انا نعرف انه قبل في تونس كان يحدد قبل 88 كان يحدد يعني دخول الشهر القمري بالحساب فقط. كيفاش تتم العمليه؟ حسب يعني معطيات معينه، شهر قمري 29 ولا شهر 30 ولا هو بالحسابات؟ كنا نقتصروا على الحسابات بركة الفلكية، هو نهار الخميس تولد 20 أفريل كما مرة هذه باش نفسرها. نعم. الخمسة متاع الصباح، الخمسة متاع الصباح حتى الوقت الغروب فما الوقت السامح اللي هو باش ينجم يقولوا راهو سيد تولد وكبر شوية في عمره 13 ساعة من غدوة ديريكتما، حتى من غير ما يخرجوا للرؤية ينجم يقولوا راهو غدوة عيد. نعم. لكن كنا قبل ولا لكن ساعات تولد قبل المغرب بشويه، دونك ساعتين ولا ثلاثه سوايع، دونك يولي شويه. مي لكن زاد فما شكون اللي يعتمد الرؤيه هو تولد نهار الخميس، دونك مهما يكون الوقت نتاعو دونك من غدوه باش يكون عيد. نعم. لكن احنا ولينا بالرؤيه واستئناسا بالحساب. اي. نجمو حتى ما نراوهش لكن عمره كبير ما تنجمش احنا نقولوا راهو غدوه ماهوش عيد ولا واضح. ولا. نعم. دونك احنا نمشيو بالرؤيه واستئناسا بالحساب. هذاك علاش دونك استئناسا بالحساب تنجم فما امكانيه رؤيته بالتلسكوب. هذاك علاش لا من المرشح انه يكون نهار الجمعه 21 افريل هو فاتح شهر شوال 1444 اول ايام العيد الفطر ان شاء الله، ان شاء الله يجعله مبارك على الناس الكل وعلى الامه الاسلاميه. وباقي ديما نقولوا يبقى ديوان افتاء هو الجهه الوحيده المحاوله للاعلان على نحكيو على الامور العلميه لهنا وعلى الرصد وعلى الحسابات الفلكيه. مشكوره جدا السيده ساره سنوسي رئيس مصلحه فضاء الكون بمدينه العلوم، وكل عام و سيادتك والإطارات والعاملين في المدينة الكل بألف خير، ويعطيكم الصحة على المجهودات المبذولة في مختلف المجالات العلمية. تونس البيا جربة، ثم نواصل في الاستضافات، وآخر استضافة باش تكون ثقافية أدبية بالأساس.
جربة هي جزيرة تونسية تقع في جنوب شرق تونس في خليج جيبس، وتعد أكبر جزر شمال إفريقيا، وتلقب بجزيرة الأحلام. لها تراث ثقافي ثري، من أبرز معالمه الجوامع التي تبنى لكل عائلة، وبروج مراقبة تسمى أربطة على امتداد شواطئها، كل برج رباط. وفي ذات الوقت يعد معمار المسجد في جربة فريدا من نوعه، سواء على مستوى التوزيع الجغرافي للعمارة أو كذلك من ناحية الزخارف المعتمدة في تزيين المساجد. تقع جزيرة جربة في الركن الجنوبي الغربي من الحوض الشرقي للمتوسط بخليج جابس، أو ما يعرف بسرت الصغرى عند القدامى، مما يجعلها منفتحة في ذات الوقت على المتوسط والصحراء. ينقسم التراث الموسيقي الجربي إلى قسمين: قسم غنائي يضم أغاني العمل التي ترددها النسوة بدون مصاحبة إيقاع خلال تعاطي بعض الأنشطة الفلاحية، وقسم آلي بالأساس يبرز خاصة في احتفال العرس الجربي التقليدي. وعلى الرغم من كونها جزيرة سياحية بمواصفات عالمية، فإن جربة ظلت على مر القرون والسنين محافظة على روحها وتقاليدها المتوارثة عن الأجداد والأباء. لا توجد بجربة مراكز هامة لتجمعات سكانية ولا حتى قرى بالمفهوم التقليدي، المساكن متفرقة، والتجمع حول قرية كما يوجد اليوم هو أساساً إداري مثل ما يوجد حالياً بالمركزين الإداري والتجاري، حومة السوق وميدون. أجيم أكبر ميناء في تاريخ الجزيرة ومكان إرساء البطاح الذي يربط حاليا جربة، وأجيم مجمع سكني صغير ذا طابع فلاحي يرتكز اقتصاده على البحر والصيد البحري، ولكن يشهد الآن تغييرا جذريا في طرق العيش. ميدون المركز الحضري الثاني بالجزيرة بعد حومة السوق، حاليا يتميز النشاط الاقتصادي بالجهة ببعده السياحي، إلا أنها كانت في السابق مشهورة بتربتها الخصبة وحدائقها الغنية. حومة السوق أكبر وأقدم تجمع حضري، ويمثل المركز الاقتصادي والإداري بالجزيرة. يوجد بالجزيرة عدد من القلاع التاريخية والمتاحف، أبرزها مجموعة من الأبراج التي بنيت في فترات متباعدة للدفاع عنها. أما أشهرها فهو برج الغازي مصفى أو البرج الكبير، وهو من أبرز المعالم التاريخية، ويعود البرج إلى القرن الخامس عشر ميلادي. تمتاز الجزيرة بالعديد من النشاطات السياحية، منها المهرجانات العديدة التي تقام بين الحين والآخر. يبدأ النشاط السياحي في جربة على مسافة 5 كيلومترات من حومة السوق عاصمة الجزيرة ومركزها الرئيسي. تقع المنطقة السياحية فعلى امتداد نحو أكثر من 15 كيلومترا، يشاهد المرء المرافق والمنتجعات السياحية. تعد النخلة في جربة ملكة الشجر، إذ أنها تغطي الجزء الأكبر من فضاء الجزيرة بشكل لا يمكن معه أن تتخيل منظرا جربيا دون عش النخيل. ويتوزع النخيل بشكل غير منتظم نسبيا، فنجده بمركز الجزيرة مصحوبا بأشجار أخرى. فضلا عن الفلاحة البرية، يمثل الصيد البحري نشاطا هاما في حياة الجربيين، وذلك لما يوفره لهم بحرهم المحيط بالجزيرة من أنواع سمكية ورخويات وقشريات وأصداف وإسفنج. لجزيرة جربة تاريخ طويل، بدأ مع رحلة أوليس منذ أكثر من 30 قرنا وبناء معبد الغريبة، ولكن أهمية الغريبة تكمن في كونها الآن أقدم كنائس اليهود في العالم. الاستضافة الأخيرة فكرية ثقافية أدبية
بالاساس، وفرحانين باستقبال الاستاذ محمد المي الكاتب وطبعا الناشط الثقافي واللي يتحمل العديد من المسؤوليات في المجال الثقافي وصاحب المبادرات الرائده ايضا، وبصفته اليوم منسق منتدى الفكر التنويري التونسي. مرحبا بك استاذ محمد. اهلا وسهلا صديقي العزيز وشكرا على هذه الاستضافه. هذا واجبنا الحقيقة. قبل ما ندخلوا في التظاهرة أو مش نحكيوا على التظاهرة اللي نظمها المنتدى، هات نزيدوا نعرفوا به. نعم. للمشاهدين. نعم. منتدى الفكر التنويري. نعم. التونسي. منتدى الفكر التنويري التونسي هو ينشط تحت إطار وزارة الشؤون الثقافية وتحديدا المؤسسة الوطنية للتظاهرات وتنمية الأنشطة الثقافية. نعم. وانطلقت أنشطة هذا المنتدى منذ سنة 2017 بسلسلة من الندوات، احتفلنا بحسن حسني عبد الوهاب، بالبشير خريف، بناف الذهب، بحسن نصر، منصف المزغني، علي البلهوان، جلال الدين النقاش، محمد صالح المهيدي. تواصلت هذه الندوات على امتداد 5 سنوات احنا تو الان. نعم. ما شاء الله. ولعل اهم ما فيها انه التكريم صار للراحلين، هذا متفقين فيه. نعم. ولكن احنا دائما ما نقول يعني في تونس بشكل خاص، معناها ما نكرموا. نعم. المبدع ولا المفكر ولا الفنان ولا المثقف ولا الاديب ولا الكاتب ولا الشاعر ولا الرسام ولا غيره كان بعد رحيله، لكن مشكور المنتدى. نعم. هو ادباء معناها مفكرين مثقفين مبدعين احياء. أحياء. يرزقون. نعم. وتم تكريمهم وعديد اللي قمنا بهم هم احياء، نذكر مثلا كما ذكرت لك من الاول ناف الذهب. نعم. وحسن نصر ربي يطول في عمرهم. عندنا سي منصف المزغني. عندنا سي جلول عزونة اخيرا. أيوة. اخر ندوه تو عقدناها. أيوة. منذ اسبوع حول الاديب والمناضل للاستاذ جلول عزونة. نعم. منصف الوهيبي، محمد الغزي، عديد الأدباء في حقيقة الأمر الذين احتفينا بمنجزهم الإبداعي. نعم. والفكري والثقافي، وغدا بحول الله سنحط الرحال. معناها انتهينا من التعريف بالمنتدى. لا هنواصل. معناها الحقيقة أنا حبيت ناخذ فكرة أشمل. نعم. على المنتدى الفكر. نعم. التنويري التونسي بالإضافة إلى الندوات المتواصلة. نعم. يعني الأبعاد والرؤى. نعم. والإطار اللي فيه يعني ما يمكن أن يعتبر تكريس لأهداف معينة ربما تحبوها. نعم. تنفذوها من خلالها المنتدى. هو في حقيقة الأمر مثل ما أشرت سيادتك يعني في كون هذا المنتدى يسعى للاحتفاء بتجارب الكتاب التونسيين فقط. نعم. أولا، وهو منتدى لا يحتفي مثلا بالجامعيين إلا إذا كانوا أدباء وكتاب ولهم منجز. نعم. ثقافي. إلا إذا كانت لهم إضافات. نعم. لأن أعمالهم الجامعية غير يعني تحتفي بها الجامعة، هناك. صحيح. مجالات أخرى. صحيح. ولكن نحن في وزارة الثقافة نسعى إلى تكريم من كتب القصة، الشعر، الرواية، النقد الأدبي، المسرح، نسعى إلى تكريم المثقفين الذين لا أطر رسمية لهم لتكرمهم حول جهودهم. واضح. فزوجنا بذلك بين الأحياء والأموات كما تفضلت. نعم. الأموات تخيرنا مناسبات رحيلهم مثل الخمسينية والستينية والأربعينية ذكرى رحيلهم. نعم. والذكرى العاشرة والذكرى الخامسة وما إلى ذلك، ولكن الأحياء نتخير من الذين تقدموا في التجربة، تقدموا في السن، لهم غزارة في الإنتاج. نعم. يعني هؤلاء هذه المقاييس التي نعتمدها لاختيار الشخصيات، ونسعى يدعى إلى هذه الندوات العديد من الأسماء من الجامعيين وغير الجامعيين، من المثقفين، من الصحفيين، لإدارة هذه الندوات ولإدارة وللمساهمة بورقات. وأهم ما في هذا المنتدى أن الأعمال التي تقدم تطبع في كتاب، والكتاب يصدر يوم الندوة ويهدى للمكرم أو المحتفى. ممتاز. به. ممتاز. يعني نحن مثلا لا نعد بأن أشغال هذه الندوة ستجمع في كتاب وسننشره لاحقا. لا، هذا سبقني للسؤال عن ذلك. نعم. أستاذ محمد. نعم. ولكن نحن يعني لا نقيم ندوة إلا إذا تم الكتاب وطبع الكتاب ونسلم الكتاب. أي يعني مسبقا به. مسبقا. وهذه يعني بادرة رائدة ومتميزة. نعم. وجميلة. أمامنا مجموعة من الصور، هذا على ما أعتقد محمد الكيلاني
هكا مصفى الكيلاني. مصفى الكيلاني مصفى الكيلاني هو محور الندوة اللي ستنعقد غدوة وبعد غدوة. قبل كل شيء ما هو الفضاء اللي يحتضن هو نزل سوسانة؟ نزل سوسانة لا مش على الندوة المنتدى في مدينة الثقافة. في مدينة الثقافة نعم. مقر المنتدى الفكر التنوير التونسي في مدينة الثقافة نعم. بما أنه ثقافة أنا ما نعتبروش إشهار وعلى مسؤوليتي نعم. مثل الثقافة كل شيء مسموح معناها دعمها واجب مش حتى معناها مزية. إذن غدوة الأديب مصفى الكيلاني هو محور يومين الحقيقة الندوة تمتد على يومين. شلون نجموا نعرفوا أكثر على احتفاء المنتدى التونسي للفكر التنويري ولا منتدى الفكر التنويري التونسي بمصفى الكيلاني على مدى يومين؟ نعم مصفى الكيلاني كما هو معلوم هو شاعر وقصاص وروائي نعم. وناقد ومفكر وكتبه تجاوزت 50 كتابا أي. يعني في مجالات مختلفة ومتعددة وقدم نعم. الكثير للأدب التونسي وللثقافة التونسية وبالتالي هو جدير بالاحتفاء وجدير بالتكريم. هذا التكريم الذي سنقيمه على امتداد يومين سيشارك فيه عدة أساتذة من الجامعة التونسية مع بعض الكتاب والمثقفين والإعلاميين. رئاسة الجلسة الأولى ستكون للناقدة الأستاذة دلال الغربي وهي ناقدة وتميزت بالأشغال تنطلق التاسعة صباحا التاسعة مساء بعد شقال فترة بعد شقال فترة مهمة هي مساهمة رمضانية مهم. نعم. في رمضان لا يمكن نعم. النشاط في طبعًا النهار طبعًا. وإنما هو النشاط ليلي وبالتالي نحن سنقيم مسامرتين رمضانيتين في ذكرت الاسم النزل مرة مش مشكلة مرة ثانية ما نذكروش في إحدى النزل بمدينة سوسة نعم. بسوسة وهي الدعوة موجهة للأدباء والكتاب والمثقفين وكل من وغير هؤلاء يعني حتى المواطنين كل من يرغب في الحضور لأن هذه الندوة يوزع فيها كتاب مجاني كتاب نعم. الندوة لا يباع كتاب الندوة يوزع مجانا على الحضور وبذلك ندعو كل من يريد ويرغب في اقتناء هذا الكتاب إلى أن يواكب هذه الندوة. سيشارك في هذه الندوة كما ذكرت دلال الغربي في رئاسة الجلسة الأولى وخديجة تومي في رئاسة الجلسة الثانية. كل من المشاركين نذكر الأستاذ محمد الناصر العجيمي، محمد الغزي، ثامر الغزي، معز لهيبي، أحمد ممو، الأسعد بن حسين، يعني ثمانية أسماء هم الذين سيشاركون نعم. في هذا المنتدى على مدى يومين على مدى يومين نعم. والأشغال كما ذكرت هي مطبوعة وموجودة في هذا الكتاب أي مهمة جدا نعم. يعني ما يعده المحاضرون ولا المتدخلون مسبقا يقع طبعه وجمعه وطبعه في كتاب نعم. ويقع توزيعه على توزيعه مجانا وقلت نشره أستاذ محمد ممكن بعد تولي فكرة جمع هالندوات هذه الكل في كتاب واحد بشكل سنوي دوري ولا غيرها ونشره يعني كمصنف بالحق معناها فيه تتوفر فيه المواصفات الكاملة لأي إصدار طبعا هو تتوافر فيه المواصفات الكاملة لإصدار ليكون كتابا ولكن يعني احنا تو بلغنا عدد الكتب 25 كتاب نعم يعني وهذه الكتب تهدى ولا تباع وقد أقمنا في المعرض الوطني للكتاب التونسي جناحا خاصا لها وسنقيم في معرض تونس الدولي للكتاب في أفريل إن شاء الله في هذا الشهر نهاية أفريل نعم معرض 28 أفريل جناح خاص أيضا لهذه الكتب وهي كتب توزع مجانا وتهدى لمن يطلبها لا ما هو إذا كان يعني وأنت أعلم مني بذلك مسالك التوزيع والنشر نعم. العادية التي معناها من خلالها يوصل الكتاب لأكبر عدد ممكن مش كما توزيعها من يد ليد إذا كان صحة الترجمة معناها بالفرنسية ما فيش شك هذا نحن لا نعتمد المسالك العادية للتوزيع نعم. اللي نعم. ذكرتها بالفعل هي نقطة مهمة لأن هذا الكتاب لا يباع مثلا لا تجده في المكتبات التجارية أي. لأنه يهدى هذا الكتاب لا يمكن التقدم به للجنة شرائط وزارة الثقافة لأنه لا يباع ولكن نسعى نحن إلى إيصاله إلى القراء مثلا هو موجود في المكتبة الوطنية موجود في الأرشيف الوطني سؤالي هنا هل بالإمكان هل فما فكرة أنه يصبح كتاب يعني
خليني أقول يوزع بالمسالك العادية والتجارية لتعميم الفائدة والإضافة. هو موجود على المحامل الإلكترونية. أي هذا مهم. موجود على جميع المحامل الإلكترونية، يكفي مثلا أن تكتب اسم مصطفى الكيلاني لتجد أعمال نعم. الكتاب موجودة أو على منتدى الفكر التنويري التونسي. أو منتدى الفكر التنويري التونسي نعم. أو تكتب محمد المي، يعني تكتب كل أو ما شئت محمد المي سنجد ما لذ وطاب هكاك نعم. وهذا باش يكون محمد المي باش يكون محور نعم. سؤالي الأخير، لأنه ما تنجمش تكون حاضر بحضنا ومن غير ما نغتنم الفرصة باش نسألك على نشاطك ككاتب وكأديب نعم. الآن مش كمعناها ناشط ثقافي، ولو أنه لا تنفصل أحداهما عن الأخرى. ما عرفش إذا كان ثم إضافة متعلقة بالندوة. لا هذا هو هذا هو يعني كل نعم. من يأنس في نفسه للحضور والمشاركة معنا غدا وبعد غد في منتدى الفكر التنويري التونسي لتكريم مصطفى الكيلاني. نعم. الآن نمر إلى الكاتب محمد المي. شنو نجم نقوله في الجديد نعم. معناه آخر إصداراتي هو كتاب أصدرته منذ أشهر قليلة عنوانه كانوا هنا ولم يسمع لهم خبره. نعم. وهو كتاب مجموعة من الدراسات والبحوث حول أعلام الثقافة التونسية أي. مثل أبو القاسم محمد كرو وجعفر ماجد وأبو زيان السعدي. هنا ممكن أنا أكون نسيت أو تنسيت صفة الناقد. الناقد نعم. هي أحيانا تغلب على المجالات نعم. الأخرى. والآن بصدد الإشراف على سلسلة وحقق سلسلة من الكتب تتصل بالدكتور الطاهر الخميري. نعم. الطاهر الخميري المؤرخ التونسي الكبير. نعم. واعتنى بالجانب من المدرسة الألمانية. الألمانية. نعم. نعم. ربما الطاهر الخميري معروف معناها العبارة على إطلاقها نعم. عالميا أكثر من تونسية. على المستوى الوطني من خاطر هو كتب بالألمانية وكتب بالإنجليزية نعم. وبالتالي يستحق مزيد من البحث. احنا تمر 50 عام سنة على وفاته. أيوة. هو توفي سنة 73 نعم. في نفس اليوم والشهر والسنة التي توفي فيها طه حسين توفي فيها طاهر الخميري نفس النهار نعم. بالضبط بالضبط. بالتعاون مع دار سحر للنشر قمت بتحقيق كتب الطاهر الخميري كلها 10 كتب للطاهر الخميري ستصدر هذه السنة بحول الله، وصدرت منها إلى حد الآن 4 كتب عفوا، هي مسرحية هاملت ومسرحية عطيد ومسرحية يوليوس عن دار سحر للنشر عن دار سحر للنشر نعم. ومسرحية يوليوس قيصر وهي لأول مرة تصدر مطبوعة هذه كانت لم تكن مطبوعة وتنشر لأول مرة مسرحية يوليوس قيصر التي مثلها الراحل علي بن عياد نعم. وقدمت على المسرح البلدي نعم. وكان يعتزم طاهر الخميري طبعها إلا أنه توفي كما نعم توفي سبقته المنية نعم سبقته وترك مخطوطا وأنقذت أنا هذا المخطوط مشكور جزيل وهو اليوم الشكر. متاح نعم. للقراء نعم. مسرحية يوليوس قيصر معربة مباشرة من الإنجليزية إلى العربية والذي عربه هو الدكتور طاهر الخميري نعم. وهناك كتاب آخر الآن بصدد الطبع وهو مكافحة الثقافة وهو كتاب صدر ضمن سلسلة مثيرة نعم مكافحة الثقافة وكتاب آخر تحت الطبع سيصدر في بمناسبة معرض الكتاب هو مرآة المجتمع نعم. كما سنطبع كتب طاهر الخميري مثل كتاب الأمثال العامية التونسية كتاب من قاموس العادات والتقاليد التونسية اللي تشهروا بالقدير الحقيقة معناها طبعات جدد هذا نعم نعم وكتاب المعرب والدخيل في العامية التونسية وهناك معناها مشروع كامل حول الطاهر الخميري لإحياء الذكرى 50 لوفاته وسنقيم أيضا في منتدى الفكر التنويري التونسي ندوة حول الطاهر الخميري في أكتوبر هذا في أكتوبر بحول الله. مشكور جزيل الشكر الأستاذ محمد المي الكاتب والناقد والمنسق العام لمنتدى الفكر التنويري التونسي. كان لقانا معك الحقيقة بمناسبة الندوة الخاصة بالكاتب والأديب مصطفى الكيلاني غدوة وبعد غدوة ابتداء من 9 ليلا في سوسة بأحدى النزل بجوهرة الساحل. مشكور جدا عايزي. على كل ما تقومون به للإضافة في المجال الثقافي والإبداعي الوطني وأبواب التلفزة الوطنية. طبعا ولد التلفزة أنت يا سي محمد وقت ما تحب تفضل حل الباب وادخل بحضنا في البرنامج عايزي. هذا ولا في شتى البرامج في المباشر. تحيتنا من خلالك إلى كل المبدعين والمثقفين وأهل الأدب والفكر و الإبداع عموما في تونس. الإبداع ينجم يكون كما نقول ديما البارح بركة قلتها ما يسالش نعودها لاخ كولينار زاد فن وإبداع والمشرف عليه هي شيف صابرين شورى. تشوفوها شنو حضرتنا اليوم للسحور وللسهرة. شاي طيبة سي محمد عايشك بارك الله.
حضرت دبارتنا الحلوة كما تعودت وليمات هذوما الكل متاع رمضان نعملوا حاجتين في السكري. عملنا مع بعضنا اليوم ليبانيز قسيت مرسول هنا باش تشوفوه كيفاش تكون من الداخل. فما كوش متاع السابلي اللوطة بعديك فما المعجون ومن بعد فما الكوش اللي بالبسكوي والفرويسيك وطاب كل شيء أكيد في الفور. هذايا الليبانيز متاعنا ومعها عملنا كنافة أما أنفيرين قلنا كل مرة تنوع فيهم. عملنا الكنافة حمرناها ومن بعد عملنا طبقة طبقة مع الفرويسيك أكيد زادة كل واحد وذوقه وشنية النوع اللي يحب عليه وتنجموا تعبيه الكاس كيما هكا وتنجموا تخليه هنيقت شوية خاطر كل واحد وكيفاش. فما اللي يحب كونتيتي صغيرة فما اللي يحب الحاجة تبدا مشخشخة أكثر. هذايا دبارتنا حضرت إن شاء الله تكون عجبتكم. الشيء اللي نضمنه لكم المنظر مزيان برشا هو برهان مندويرو ايضا سامي الداتسي ايضا وسيم. مكرم وسيم الحناشي والجماعه الكل ورا الكاميرا يصوروا في الاطباق الجميله هذه. نودكم ولنشاهيكم شاهي طيبه للجميع. مشكورين على المشاهده والمتابعه. بقيت مشاهده طيبه ممتعه للجميع والى اللقاء غدا في تونس في رمضان.